مساء الفل والخير على حضراتكم. يوم جديد استاذ معرفوش يكذبوا، يومكم زي الفل. وازيك يا هبه؟ يا مساء الورد عليكم، يومكم منور وحالكم طيب يا رب، ويوم جديد والاباجوره منوره النهارده. انا مش قايله لك ما تعلقيش عني ان انا لابسه النهارده. هي الاباجوره دي حاجه وحشه؟ قالوا لي هو الفاشن كده. مركز الاضاءه وحضر. كلها قاعد جنبي يا ربي. منوره ده نورك انت اللي غطى على الكهرباء، عارفه اللي هو نورك غطى على الكهرباء. الكهرباء غليت بقى، بلاش نقول الكلام ده، لازم نوفر في كهرباء، نوفر في كهرباء. طيب يا ستي، طيب يا ستي، انا محذراها مفيش فايده تقول لي فتحتيني ليه. طيب خلينا نبدا. حد يقول انت منوره من جوه ومن بره ما شاء الله حبيبي. والله ان هي حلوه بس لازم انكشك كده، انكشك. ماشي يا هبه، ماشي يا هبه. طيب هنبدا اخبارنا النهارده بخبر مهم جدا جدا، خليكم معانا وركزوا. وزاره الصحه مع هيئه الارصاد بيحذروا ان الفتره اللي جايه في انخفاض في درجات الحراره شديد، وان في احتمال سقوط امطار الفتره اللي جايه، وان من الضروري ما نخففش اللبس يا جماعه، ولا ننخدع بشويه الشمس اللي بنشوفهم النهارده. شمس جميله، لا لازم نبدا نلبس جاكيتات او بالطو، نبقى معانا حاجه. لو انت مش قادر تلبس، البس طبقات عشان تقدر تخفف ولما يكون في شمس، وتقدر تلبس وانت خارج من شغلك والدنيا فيها هواء او امطار. خلوا بالكم، لان في الفتره اللي فاتت يا هبه يمكن انتشرت انفلونزا بشكل كبير جدا في معظم البيوت سواء الكبار والصغيرين. يعني كلنا ممكن تغيير الجو، دخول موجه البرد فجاه، لان برضو الجو انت عارفه التغيرات المناخيه او المناخيه مقصره، يوم بيبقى برد جدا ويوم بيبقى الجو طالع الشمس فيه وجو حلو، فبنتخدع فبنخفف ونرجع نتقل تاني يوم، فبنتبستر الى حد ما وبنعيا. فعلى اقل يعني ارجوكم الاطفال كمان الصغيرين، عشان يا جماعه لما بيتعدوا بالانفلونزا ونوديهم المدارس او الحضانه بيقعدوا العيال كلها، فالموضوع بيبقى عمال يوسع. تقلوا وان شاء الله، ويشربوا كمان حاجات دافيه كتير وحاجات فيها فيتامين سي او فيتامين سي طبيعيه. وبرد غير الشتاء والاسباب والتطعيمات، كل سنه وانتم طيبين. يعني انا بحب الشتاء، ويعني بحب كل فصول ربنا الحقيقه، بس الشتاء جميل كده، ليه عندي في قلبي معزه خاصه. والله كل فصل وله جماله بصراحه. انا بحب السنه كلها، يعني ما هيقولي لي صيف ولا شتاء، بحبها كلها زي ما تكون. لا والله ابدا، طقوس معينه. يعني مثلا انا عارفه في ناس تحب الصيف عشان الالوان والبحر والرمل، واحنا ما فيش إيه؟ الشتاء كله الوان، تخش تلاقي البلطو اخضر اصفر ابيض. انا قصدي الوان الطبيعه، الوان السماء بقى والبحر. مبقاش بقى البلطو لازم يبقى اسود او بني والحاجات دي، خلاص. على فكره اهو احنا في الشتاء، هو امبارح احنا وين اتنين لابسين الوان فوشيا واخضر وازرق واباجوره، هو كل حاجه ولا بيفرق معانا، يعني زي الفل. واباجوره قمر، والله العظيم اباجوره قمر. قمر على فكره ده لفظ بيقولوه غزل في الستات الحلوه والبنات الحلوه، والله. واكتبوا لنا على الفيسبوك، مش بيستخدموا لفظ الاباجوره على الناس الحلوه المنوره؟ حصل، انا اتقالت لي. طيب تطلع بيقول لك ما سمعناش الكلام ده، ادفعوا عني. طيب احنا كنا قلنا ان احنا الاسبوع ده هنخصصه لذوي الهمم، ونسلط الضوء عليهم وعلى قد ايه هم متميزين جدا ومختلفين جدا. دلوقتي هيكون معانا تقرير عن صفاء طه. صفاء اللي بتدرس في كليه الاعلام وعندها موهبه الرسم والكتابه بالفم، وتم تكريمها من جامعة القاهرة لأنها فازت بالمركز الأول في مسابقة الفنون التشكيلية. تعالوا نشوف صفاء عملت إيه وقصتها إيه ونرجع تاني. أنا اسمي صفاء طه، أنا عندي 19 سنة، في الفرقة الأولى من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وأنا مش دمج لو نظام الدمج الذوي الهمم، أنا مش دمج، أنا بامتحن امتحانات زمايلي عادي جدا. أنا حالتي تيبس مفاصل ويوجك في العمود الفقري ودمر في العضلات. من ساعة دخلت أولى ابتدائي لحد دلوقتي مدخلتش دمج خالص، وكمان يعني كان في تفكير إن أنا أدخل دمج وأنا في تالتة ثانوي، بس أنا رفضت يعني، والحمد لله كنت بمتحن بابيتشيت عادي اللي هو نظام التابلت، نظام الجديد، والحمد لله جبت يعني 82% بالحافز الرياضي. انا برسم ببقي، برسم بقى بكذا لون، سواء بقى بالرصاص بالظل والنور، بالاكريليك، بالجواش، بالميه، بالجاف كمان، وبالف قصص قصيره وخواطر واشعار. وانا سفير السلام العالمي الصغيره طبقا لدوائر السلام العالميه في سويسرا وفرنسا، اختار مجموعه من الشباب والاطفال، وكنت انا منهم ومن ذوي الهمم تقريبا الوحيده من ذوي الهمم.
انا بطلب ان انا امتحن على اللاب زي ما كنت بمتحن طول سنين الدراسه في المدرسه من ثالثه ابتدائي بدون مرافق، لان انا متعوده ان انا اعتمد على نفسي واكتب بنفسي، وان على طول اللي انا بكتبه وبفكر فيه في مخي بيبقى يعني سهوله في استرسال الكلام وان انا اكتبه بنفسي. حلم ان انا ابقى اعلاميه، اللي هو مش هبقى اعلاميه وخلاص، لا، اللي هو انا عايزه اوصل صوت ذوي الهمم اللي زيي، يقولوا مطالبهم ويقولوا انجازاتهم ويقولوا تفاصيل حياتهم. وكمان عندي حلم كمان في مجال الاعلام، برنامج يبقى اجتماعي ونفسي، ان انا ما اوصلش بس لفئه ذوي الهمم، لا، انا بقى كمان عايزه اوصل لكل طبقات المجتمع وادخل جوه البيوت كلها، اعمل حاجه تاثر فيهم وفي قلوبهم. بالنسبة لمجال الرسم، عايزة أبقى أول بنت عربية مصرية بترسم ببقها، تبقى فنانة تشكيلية محترفة يعني، مش برسم وخلاص. وكمان عايزة أبقى بطلة في رياضة البوتشيا، وأسافر بقى بطولات في كل مكان، وإن أنا يعني برضه أنا بحب لعبة البوتشيا دي، بحس إن أنا بطلع طاقتي فيها، فإن أنا كمان عايزة أعمل فيها إنجاز وأطلع الطاقة دي، وأبقى يعني مثال وقدوة للناس يعني اللي زيي والناس العادية كمان. الناس اللي زيك والناس العادية، انت مش عادية، ما فيش حد زيك، انت خارقة في الإبداع. يعني انك سبحان الله ما فيش ايدين وبنرسم ببقنا، يعني ما فيش حاجة بتقف معجزة يا جماعة قدام اي حد عنده قدرات خاصة. دي قدرات خاصة مش موجودة عند اي حد. بحييكي وبهنيكي ومبروك التكريم، المركز الاول على مسابقة الفنون التشكيلية يا هبة، يعني حاجة جميلة فعلا، صفاء جميلة من جوه وجميلة من بره وجميلة بعزيمتها ومن ذوي القدرات العالية والهمم العالية، وأنا سعيدة جدا بيها، وبشوف فيها دايما نموذج يدي أمل للناس كلها اللي بتقعد بقى تشتكي إنها مش قادرة أو مش عارفة أو إنها مش عارفة تنجح في حاجة بتحبها أو لا. شوفوا في نماذج إزاي عندها عزيمة وعندها إصرار وعندها يقين في إن هي هتنجح، ويقين في الله طبعا، وبتنجح هي وموجودة وبتحوز على احترام الجميع. فحقيقي زي القمر يا صفاء، ونورتينا احنا بالتقرير ده في برنامجنا، الحقيقة مشرفة. وإحنا فعلا زي ما قلنا في الأول مخصصين الأسبوع كله لذوي الهمم. النهاردة عندنا زياد عبد السلام هنتكلم عنه، طبعا مطربنا الجميل وطالب في أكاديمية الفنون، وإزاي إن هو دخل قسم جديد خالص دخلته دكتور غادة جبارة في أكاديمية الفنون، مشرف وجميل، وغنى السنة اللي فاتت قدام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهناه، ويحضر كمان بيعمل بروفات عشان الحفلة دي. هنتكلم معاه عن كل حاجة إن شاء الله، هينورنا زياد. طب نرجع بقى للجواز ومشاكل الجواز والخطوبه وما ادراك اللي بيحصل في الفشل والسيبان والرجوع. فكره الخطوبه احيانا مش بتكمل عشان اسباب كتير قوي، بس ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره دي يخلي طرف من الطرفين ما يكملش؟ الحقيقه الموضوع نسبي ومختلف من شخص لاخر، كل اتنين هم اللي قادرين يوزنوا الامور هتمشي ازاي. قبل ما نقول رأينا، تعالوا نشوف رأي الناس في الشارع عن إيه اللي يخلي مشروع الخطوبة ما يكملش، ونرجع تاني نقول رأينا أنا وهبة بقى في الموضوع ده. اللي بيحصل فترة الخطوبة ما بين فترة الخطوبة والجواز يخلي العلاقة تبوظ أو يحصل فسخ في الخطوبة، إن يكون مثلا بخيل، إن يكون كذاب، إن يكون ابن ماما يسمع كلام ماما كتير ملوش شخصية، ان يكون بلا عمل ما يشتغلش وبيعتمد على اهله. تدخل الاهل بقى دي اكبر مصيبه يعني. اللي ممكن يسبب فسخ الخطوبه هو عدم التفاهم، الاسرار اللي بينهم اللي ممكن تطلع للطرف الثالث، دخول الطرف الثالث في المشكله بيسبب ارض اسباب لفسخ الخطوبه. ففي حاجات كتير، الكبر في التعامل مع بعض، عدم الاعتذار، الحس بالاعتذار. اللي ممكن يسبب فسخ الخطوبة باختصار شديد الأمانة والمصداقية في الطرفين. في مثلا الكذب، ان يكون في انسان اصلا متعود ان هو يكذب طول حياته، فدي حاجة مش حلوة خالص. لازم يكون في يعني صدق وكده في العلاقة،
ويعني مثلا مشاكل الاهل، في مثلا الاهل بيكون مختلفين في حاجات كتير. معروفه ان الخطوبه اصلا بتبقى يعني اساسا ان الاثنين يعرفوا بعض اكتر قبل الجواز، ويعني بيبقى في مساحه ما بين الاثنين ان هم يعرفوا بعض اكتر وكل واحد يبان للتاني على حقيقته. ويعني اكتر حاجه ممكن ان هي تبقى سبب في ان الخطوبه ما تكملش وكده هي ممكن عدم الثقه بين الاثنين. شايفه ان دي اكتر حاجه لازم يكون الشخصين واثقين في بعض اكتر ويبقى في امان شويه. تدخلات الاهل في المرحله ديت هي اللي بتبوظ العلاقه كلها. الحاجة اللي ممكن تفسخ الخطوبة اللي هو مثلا الإهمال، الخيانة، ممكن يبقى شخص أصلا شكاك برضو. من ضمن الحاجات برضو يعني أنا ما كملش خطوبتي اللي هو كلام ما يتسمعش، تسمع كلام حد عني يعني حتى لو أهلها حتى قالوا لها كلمة وأنا قلت كلمة المفروض تقول لي هم بيقولوا كذا كذا وأنا برضو أقدر يقنعهم يا ما أقنعهمش. بقالي سنة مخطوبة، ممكن أقل حاجة تخلينا نتخانق ممكن مثلا أنا عايزة دي لا أنا رأيي دي، ممكن أبوي يتدخل لا دي أحلى لا دي مش عارف إيه، أنا رأيي حاجة هو رأيه حاجة تانية. طب يعني يا منى شفنا فعلا اراء منطقيه واسباب منطقيه كتيره جدا من الجمهور في الشارع عن اسباب فشل الخطوبه، لان يمكن المشكله ان بنات كتيره وكلنا في سن معين فرحانين بالفكره اللي هو يا دبره الخطوبه عقبالنا كلنا وعاوزين نرتبط واصحابنا في سن معين كده كله دخل على الجامعه كله دخل يتخطب، فما بيبقاش في تركيز في الصفات اللي ممكن تخلي الخطوبه دي وسيله جيده للتعارف، نعرف بعض، نفهم بعض، نشوف العيوب ايه، لان مفيش عيوب بتتغير بعد الجواز ودي حاجه هنتكلم فيها يمكن. بس زي ما انت قلتي في الفاصل احنا بنتفرج بتقولي نعمه ان هم يسيبوا بعض من قبليها يعني من بدري. طبعا الخطوبه اتعملت عشان نتعرف على بعض، ولو لقينا الحاجات اللي هنقولها دي خلاص يعني ما نكملش. هم كتير قالوا الشك والخيانه، وفي حد شاب لطيف قال تدخلات الاهل، وجت بنت برده قالت كمان بابا لو اتدخل في حاجه انا ما احبش يعني حد يتدخل في حياتي. واحد قال لو هي بتسمع كلام الاخرين لو ودانيه يتفقوا على حاجه وبعدين تروح تقعد مع اخواتها او اصحابها يغيروا لها رايها. لازم هم يتفقوا اساسا، بس يكون في تكافؤ كمان عشان نعرف نفكر ونتحاور. حلو طبعا التكافؤ ده اولا يعني مبدئيا هو التكافؤ من اهم العناصر اللي ممكن تخلي جوازه بعد كده تنجح وتستمر. تكافؤ في التفكير، تكافؤ في المستوى الاجتماعي على الاقل يكون متقارب، تكافؤ في مرحله السن ان اختلاف العمر بينهم يبقى فيه يعني برضو الى حد ما قرب ما بقاش في فجوه كبيره شوية. يعني بصي الفجوات الكبيره في فرق السن بين الازواج بتنجح في نماذج معينه وبتنجح في استثناءات معينه، مش بنعمم، بس في القاعده العامه بتعمل مشاكل بعدين قدام سواء الراجل هو اللي اكبر كتير او الست هي الاكبر كتير. فكره كمان الثقه يعني لو بالظبط والامان بالظبط لو انا مش حاسه معاك بثقه وامان او انت مش حاسس معايا بثقه وامان من وقت الخطوبه، طب هنعيش مع بعض في بيت واحد ازاي؟ لا تبقى حريقه. خلينا نقول ان يبقى لو موجود ثقه مفيش خيانه مفيش كذب مفيش الحاجات دي مفيش تدخلات، كل الحاجات دي جميله جدا، وعرفنا نتحاور مع بعض نسمع بعض الدنيا هتبقى جميله. اي مشكله هتقابلنا هنعرف نتحاور ونوصل لحل وندير حوار كويس محترم ما بينك وبينها واسرتين داخلين، يعني ما بتاخدش البنت كده لحالها ولا ما تكلميش اهلك وخلاص بتقطعها عن الدنيا وهو كمان نفس الحكايه هيقطع الدنيا. لا انتوا داخلين اسرتين لازم هيتفاهموا مع بعض. عارفة ان ساعات يبقى الولد والبنت زي الفل ولكن الاسر بتتدخل بشكل او الاهل. بس انت هنا فكرتيني نقطه مهمه جدا، فكره ان احنا نكون متفقين من الاول. يعني مثلا في ستات او في بنات واولاد لما بيبقوا في الخطوبه ويجوا يقول لها مثلا مش عاوزك بعد الجواز تشتغلي او مش عاوزك بعد الجواز تخرج مع اصحابك، والطرف الثاني بيوافق يقول لك ايه بعد الجواز هغير رايها واغير رايه. الاتفاق او العقد شريعه المتعاقدين يا جماعه، اللي هتوافقوا عليه في الخطوبه ما توافقوش عليه وانتوا في نيتكم بعد الجواز هبقى اغير الكلام ده، هتشتغلي ولا مش هتشتغلي، هنجيب اولاد ولا مش هنجيب اولاد دلوقتي، هنأجل يعني. اللي عايز يعترض يعترض اثناء الخطوبه ويقول موقفه يعني واضح وصريح اذا كان هو موافق ولا لا، عشان بعد الجواز تقع الفاس في الراس. في كمان حاجه مهمه بقى دي اهم سبب. في ناس تبقى لطيفه جدا ومتفاهمه جدا ومستوياتهم متقاربه في كل شيء، ولكن برضه ما بيحصلش نصيب. فالنصيب يا جماعه النصيب النصيب النصيب، ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. فما نزعلش لما خطوبه تبوظ، زي ما قلت انا كنت بقول نعمل ايه، احسن ما الجوازه هي اللي تبوظ اللي يكون فيها عيال، سيبها على الله بقى بالزبط. نأمن بالنصيب، نبقى صادقين ونتفق على حاجات ننفذها بعد كده يبقى الدنيا تمام جدا مش هنختلف. طيب في بوست كمان لطيف عايزين نتكلم فيه، ليه احنا ممكن نكون بنعمل تصرفات تخلينا بدون ما نحس اننا بنتجاهل مشاعرنا
مش عيننا الحقيقية اللي بنحسها. بتقول ممكن تصرفات بنعملها في اغلب الوقت بتخلينا خايفين نواجه مشاعرنا او نعبر عنها بشكل صح او نتجاهلها، يعني نتغافل عنها. من التصرفات دي مثلا انك اغلب الوقت تلاقي الشخص مثلا خايف انه يواجه اللي قدامه، عارف مشاكل ان في مشاكل بينه وبين اللي قدامه وخايف يواجهه، سواء كان في الشغل لو انت متضايق من حد في الشغل، مديرك مديرتك، في العلاقات العاطفيه انك تواجه وتعترف بالمشكله او حتى بمشاعرك. يعني ليه بنخاف؟ مع ان صح ان احنا نقف وما نكملش. بصي هتلاقي دايما دي وجهه نظري المتواضعه طبعا، اغلب اللي بيخاف يواجه الطرف الثاني بمشاعره الحقيقيه سواء غضب او الى خلافه، مشاعر السلبيه طبعا، بيبقى حاسس ان هو في موقف الاضعف. زي مثلا انا خايفه اواجه مديري في الشغل اللي باعتراضي على بعض الاشياء لاحسن يضايقني، انا خايفه اواجه اللي بحبه او اللي متجوزاه بحاجات مضايقاني احسن هو كل شويه بيهددني انه هيسيبني او انها هتسيبني. فاحيانا عدم المواجهه والكبت بتاع المشاعر اللي جوانا دوت بيبقى نتيجه الخوف من موقف او نفوذ او قوه او سلطه الطرف الثاني عليا. طبعا ده موضوع يعني في حد ذاته ممكن نعمل منه فقره، ازاي نتعالج او ازاي نتخلص من الطريقه دي بالشكل الامثل اللي ما فيهوش اساءه للطرف الثاني سواء كان اقوى مني او اضعف مني. لانه احيانا هو بيقول لك انه ساعات بقى نلجا لحل غلط، نمسك يعني نفتح حاجه من تكون في حاجه مضايقاك في مشاعرك فتمسح تفتح التليفون وتدور تعمل سيرش وتفضل تشوف فيديوهات وتشوف اراء وتشوف، ويحصل لك لخبطه اكتر ما تكون انت واجهت نفسك او واجهت الشخص الاخر تقول له انا في 1 2 3 مش عاجبني في العلاقه دي هكمل مش هكمل، ما قدرتش واجه. زي ما هبه بتقول نروح لمتخصص، حد متخصص في الطب النفسي او تنميه بشريه او اي حاجه يعرفك ازاي تاخد موقف في حاجه هي تعباك او شخص فاكره الشخصيه السامه اللي كنا بنتكلم عليها قبل كده. تشوف اشخاص سامه في حياتك مش قادر تتخلص من الضغوط النفسيه اللي هي حوالينا للاسف. ايوه في كل حته في كل حته ده حقيقي ده حقيقي. فبنبقى مش عارفين ناخد موقف، لو مش عارفين نعمل ده نخلي حد يساعدنا بشكل ان التلوث العام في الكوكب اثر على تلوث النفوس الى حد كبير. بس انا عايزه اقول حاجه بقى كمان من فكره الناس اللي بتقعد تدور في السوشيال ميديا او اصل في طريقتين لان انا اتخلص من مشاعري السلبيه اللي جوايا في اتجاه اي موضوع. يا اما اواجه عشان من جوايا انا اصفى حتى لو مش حاصه مع الطرف اللي انا واجهته، يا اما اتجاهل. يعني يا اواجه يا اتجاهل، ملهاش حل تاني. واتجاهل وانسى بقى، مش اتجاهل واقعد ايه اكتم في نفسي واكبت في نفسي واغل في نفسي. لان في كمان نقطه مهمه جدا جدا، في ناس بقى ما بتقدرش تواجه اللي قدامها بمشاكل عندها او تتكلم معاه فيها، بتلجا لاسلوب التلقيح على السوشيال ميديا. ده اللي فكرني بيه موضوع السوشيال ميديا. فيا جماعه سواء التلقيح ده كان على الاكس، كان على صاحبتك اللي طلعت ندله، كان على زميل في الشغل مضايقك، كان على ايا كان عايز تاخد حقك، هما الطريقتين دول، يا تتجاهل يا تواجه. لكن اسلوب التلقيح ده بيقلل من قيمه الشخص اللي بيلقح، وده نظري وجهه نظري برضو الخاصه. بس احنا برضو بنتكلم في النقطه دي وفي البوست ده عن التجاهل، انه احيانا يأذيكي ويأذي العلاقه نفسها. اوعى يغرك صمت اللي قدامك او ان هو عنده حلم او بيتجاهل او بيتغافل عن بعض الاخطاء. هو بيخزن في مخزون بيحصل، وبيجي وقت من الاوقات يقول لك خلاص رفض ايه نفد رصيدكم، والعلاقه كده بتحتضر يعني في حاله العنايه المركزه. بصي اذا قدرت تنعيشها انا لا انصح بالتجاهل في العلاقات الاسريه لان ده بيعمل تراكمات. انا بتكلم على المجتمع بشكل عام، اصحاب شغل جيران. لكن التجاهل زي ما انت قلتي، لو بين اتنين احنا ما بنواجهش، يعني الناس تقول لك انا مالي بلاش نفتح بقى الموضوع ده، ما بقاش في وقت وخلق. في ناس بتواجه على الفاضي او على المليان فبتحرق بنزين على راي ايمان ترجع بالسلامه على الفاضي. انت شايفه العتاب محبه اصلا؟ ما هو انا اختار معاركي يا جماعه. انا هواجه مين؟ هضيع طاقتي مع كل شخص مضايقني، واحد مثلا بيبيع لي حاجه، وواحد قابلته في مول، وواحد معايا في الشغل. العتاب ده هديه للاحباب على رايك يا استاذ محمد. انما ان انا اختار معاركك دي اهم حاجه، وتجاهل لان التجاهل بيحط ساعات الشخص في مكانه الطبيعي. لا احنا بنتكلم عن الناس المهمين في حياتنا، خلينا احنا مش بنتكلم عن حد عابر عدى في حياتنا بيبيع لنا حاجه ولا اشترينا منه حاجه، لا الفكره الناس المهمه في حياتك او في علاقه خطوبه او ناس هتكمل او متجوزين وحصل بدا يحصل صمت وكل واحد قاعد باصص في موبايله مش مع التاني خالص، عيشه والسلام. ما هو بقى ما تفتحش بقى كلام لحسن تطلب منك طلبات، وانت ما تفتحيش كلام لحسن يزعل منك ويغضب وياخد الباب في ايده. طب احنا ليه خايفين من بعض؟ نصنف بقى، نصنف انا الدايره المقربه مني
اهلي، اهل بيتي، جوزي، مراتي، بنتي، قرايبي القريبين، دول ليهم معامله خاصه اللي قلنا عليها. العتاب ده محبه، والمواجهه مهمه بادب وبموده عشان الامور تتصافى وبطريقه. انما بقى انا ما اقدرش امارس الطريقه دي مع الناس كلها. انا لا، خلينا في العلاقات القريبه، الناس اللي بنحبهم وكهرباء وكل حاجه. لا، الناس اللي بيحكوا كهرباء، الناس اللي قريبين مننا في حياتنا ويهمونا وعايزين نستمر في حياتنا تستمر بجوده. ما يغركش الناس اللي عايشه تحت سقف واحد 20 سنه و25 سنه، ده مش بطول المده على فكره. الجواز السعيد مش بطول المده، بالكواليتي، بالجوده، بالحوار، بان احنا اي حاجه بنعدي بيها بنتناقش فيها مع بعض ونوصل لحاجه. لكن اهو عايشين وخلاص عشان الولاد وخلاص، نفسنا فعلا نعملها حلقه زي ما انت بتقولي، حلقه نتكلم في الموضوع. لكن هو في العموم يا تتواجه بعقل وتقفل المواضيع كلها سواء هنا او هنا، يا تتجاهل وتحط كل شيء في مكانه الطبيعي كبر دماغك وما توقفش عند الحاجات اللي ايه. طيب اللي وفي حاجه كمان كان بيقولها محمد مهمه قوي، اختار معاركك برضو. يعني ما تاخدش معركه مكان حد، ما تخشش تتخانق عشان خاطر حد، حتى لو ايه، غير لو هو بقى اللي طلب منك وصدرك وهيشيلها لك جميله. لكن لو انت من نفسك كده متبرع تقعد بقى ماشي تتخانق لده وتتخانق لده، اول حاجه هيعملها هيقول لك باي باي، حدش قال لك اتدخل يا فندم. حصل. لا، ما نتدخلش بين الناس لانهم هيتصالحوا، مش هينسلكوا ان انتوا حاولتوا تفرقوا بينهم. في اطلقي، اعملي الكلام فاضي ده، لا، محدش يجبر حد على انه يطلق او ما يكملش في علاقه. كل واحد يختار حياته بطريقته بظروفه كلها، محدش شبه حد. طيب النهارده بقى من الناس اللي محدش شبههم خالص، عايزين نقول لهم كل سنه وانتم طيبين. 6 ديسمبر عيد ميلاد اميره الاستعراض او ملكه الاستعراض والفوازير، يعني زي ما بيقولوا لي هنا فعلا فتاه احلام جيل بحاله. كل العاشقين، مش رجاله بس على فكره، مثل الاعلى للبنات، رجاله وستات للبنات، والاسطوره لينا كلنا طبعا، الايقونه الجميله والفساتين والاستعراض وضربوك كان بيتي، ويا نهار ابيض دي اسطوره. شريهان الجميله بنقول لها كل سنه وانت طيبه، ايقونه السينما المصريه، ورحله جميله ليها، رحله جميله في عالم الفن والدراما والمسرح، مش هكلمكم عنها. اجيال كتير اتربت على اعمالها الجميله. شريهان شاركت في 51 عمل فني متنوع ما بين السينما والدراما والمسرح. ما نقدرش ننسى سك على بناتك، ما نقدرش ننسى شارع محمد علي، فيلم العشق والدم، العذراء والشعر الابيض مع بلبوله الجميله، وبنمسي على بلبوله ربنا يخليها يا رب. شريهان الجميله يعني مثلت، يا سلام، كان ايه، كان المجنونه، كان اسمه ايه، مع عادل امام طبعا، من اجمل ادوارها السينمائية. كل حاجه عملتها ليها بصمه، كان حقيقي. فيها استعراض، كان ليها عرق البلح. كنت بتحبي لها فوازير ايه؟ لا، قولي ما بحبلهاش ايه. انا بالنسبه لي فقره شريهان دي على التلفزيون، يعني لا في حاجه اسمها قولي قومي ذاكري، ولا حد يكلمني، ولا انا قاعده بدرس. اللي هو الشارع بيبقى فاضي ساعه الفوازير، يعني سواء نيلي وشريهان طبعا، بس النهارده بمناسبه عيد ميلادها، الميك اب، رزمه العين، الشعر، الفستان، الاكسسوار، المانيكير، الحركه، مش الرأس. هنا بس، كمان يا هبه العالم العربي، العالم العربي كله. شريهان يعني طبعا بنحييها، وكل سنه وانت طيبه، وتحيه مننا ومن الستات ما عرفوش يكذبوا. مجمعين لك كده فيلر جميل عن بعض اعمالك، نستمتع ونشوف مع بعض ونرجع تاني. ارسال قالوها 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 قبلنا، حكاياتها تاهت 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 مننا. عشت العش وعمري ما كش، وكلها شرفي ومش بالغش. اعيش في العش وعمري ما كش، وكلها شرفي ومش بالغش. احلى الكلام ويرب فنه بعد الفطار. هو وقف يا مستر عاد انت جيت، شارع محمد علي ستريت. يا آنسة متأسفين، انت الدكتور؟ طبعا دكتور، دكتور، دكتور مشهور. تعبانة من ايه يا عروسة وبتشتكي من ايه؟ بتبص ليه كده ليه؟ ما تقولي قصدك ايه؟ مستحيل اني اصدق ان في شيء مستحيل. خطوة واحدة لما تبدأ بكرة تبقى قلبي.
يا ريهان الجميلة، كل سنة وانت طيبة. وهبة عايزة تقول لها كل سنة وانت طيبة. ايوه بالصحة والسلامة. انا عايزة اتلكك بصراحة بقى كمان طبعا معك فيها. كان زمان يقال لي ان انا فيها لمحة بسيطة من شبه شريهان. طبعا انا ما طولش طبعا لان هي اسطورة، بس وانا بتفرج دلوقتي افتكرت ان انا قابلتها في مرة وكان لها الشرف ان هي تجبر بخاطري وتقول لي برضو. كنت مذيعة ولو كنت لسه؟ كنت مذيعة في وقتها في الاي ار تي، وكانت موجوده في الاستوديوهات بتاعت اي ار تي اللي في الهرم. هي كانت بتصور تعرفيها عارفه الاستوديوهات. وكان ليا الشرف اني قابلتها وقتها وجبرت بخاطري لما قالت لي كمان الحته دي. او الـ يعني هي بتجامل، هي قلبها طيب ولسانها طيب وكلامها جميل. فانا برضو ايه يعني قلت اتلكك كده واتمحى الكلمتين دول. من ناحيه مجامله لطيفه جدا، وكانت يعني ما فيش مناسبه اللي تعدي لازم تكون موجوده فيها وبتحيي وتبقى موجوده. لا يعني مش بس يعني مش فنانه كده معزوله عن العالم، هنا اجتماعيه وانسانه. بنحييكي وبنبوسك يا شيرين. جابره خواطر بقول لك وانا بشكل يعني معروف عنها للغريب وللقريب وللقوي وللضعيف. ما بتفوتش لو لقت اي موقف في حد بيتظلم، حد بيجي عليه حتى لو في الشارع ماشي تقف وتتدخل. جدع جدع، هي انسانه جميله. بنحييها، البني ادمه الجميله والانسانه الجميله والفنانه الرائعه اللي يعني ابهرت العالم بابداعها. في سؤال بقى كان منتشر على جروبات البنات كده على السوشيال ميديا، بيقول هو احنا ممكن نكون صحاب انا وحبيبي السابق ولا لا؟ طبعا الاجابات مختلفه وكل واحد ليه راي في الموضوع ده، بس لما حبينا نناقش الموضوع لقينا ان في اراء بيقولها متخصصين في العلاقه العاطفيه والزوجيه، ولقينا ان الاجابه بس ده بيتوقف على مجموعه. انا استغربت ان بيقولوا انا ضد مجموعه، يتوقف على مجموعه من الاسئله لازم الاول نجاوب عليها بينا وبين نفسنا. زي مثلا مر قد ايه على الانفصال ده، وانت يعني دلوقتي ليكي حياة ولا لسه يا دوب سايبين بعض امبارح؟ ايه رايك يا هبه؟ لا بصي يعني هو ايه، انا كعاطف انبسطت ان بيقولوا ده بصراحه، يعني واضح ان ايه الموضوع يعني في جبر خاطر بقى لناس مثلا طيبه على نيتها. هو بالتاكيد وما تاخديش مني، البنت النهارده اللي قصه الحب انتهت بينها وبين شخص ما وحريصه قوي انها تسال ينفع يبقوا اصحاب ولا لا، مش سايبها للظروف للاحداث للوقت للزمن، معنى كده ان هي لسه جواها في قلبها حته وبتدور على اي رابطه بينهم، او هو بيحاول يتصل بيها فبتشوف ينفع ولا لا. انا ما بقاش كلها وصلت. انا مش مع فكره خليه في الفريند زون بقى، ما كنا بنحب بعض ونبقى اصحاب. لا السؤال بتقولي ايه؟ اولا منتشر حسب فعلا المده على جروبات البنات. فبصي ما فيش بنت مش في دماغها واحده تفرق معاها ان هو بيتصل وعاوز نفضل صحاب بعد ما سيبنا بعض ولا لا. كون البنات او بنت بتسال وبتدور على الموضوع، دي وجهه نظري الشخصيه برضو النهارده، وجهه نظري الشخصيه كترت قوي، بتدور على الموضوع وبتسعى انها تعرف ينفع ولا لا او ما ينفعش ولا لا، معنى كده ان هو لسه جواها في حاجه ناحيته وعاوزه اي رابطه بينهم. اما بقى في حاله لو هي بقت متجوزه وليها بيت وحياه فما ينفعش السؤال اصلا، الا بقى لو يعني الظروف الاجتماعيه جمعاهم لسبب ما وهو ليه بيت وهي ليها بيت وجوزها هيكون عارف وموافق وقابل ومفيش حاجه مستخبيه خالص ولا حتى صراحه. هي ما اتجوزتش، هو اتجوز وهي تقول لك ده نفضل اصحاب ازاي؟ هتفضل زي الشوكه في ظهره، هنعمل بقى زي كاميلا وتشارلز، ورغم ان متجوز ملكه الجمال الكون ديانا، لكن وعطرت. حياتها باظت بسبب العلاقه القديمه. الا لو مراته الجديده هي اللي بتسعى ان هي في بينهم، ودي حاجه نادره جدا يعني احنا مش عايشين في عالم الخيال، بتسعى لانهم مثلا جيران ولا في قرابه بينهم، ولاد كانوا ولاد خاله ولا ولاد عمه، والزوجه زوجه هذا الشخص موافقه وبتسعى وهي اللي عامله الصداقه دي ومن خلالها ممكن. لكن غير كده يعني بعيد عن الشر والغنيل. صداقه بس مقننه وجوه الاسره وجوه مع الصحاب، لكن يكلمك ويبعت لك رسائل نص الليل واصل احنا اصحاب وعامله ايه والعواطف دي، كل ده كلام فاضي ومداخل شيطان. لا هيعرف يعيش حياته يا بنتي، ولا انت هتعرفي تعيشي حياتك مع حد، ما ينفعش. ولو اني بشوف وانت برضه يمكن تستغربي، الجيل ده بيبقوا سايبين بعض وخارجين هم الاربعه عادي، يعني اتنين كانوا عارفين بعض وبيخرجوا هم الاربعه عادي، ولا هو غيران عليها ولا هي الحلاوه دي مش فاهمه، يعني مش فاهمه والله العظيم بجد. يقول لك اصل احنا كنا مع بعض في مدرسه واحده، ماشي احنا ده زي اخويا. ما هو ده وانا في شروط معينه او استثناءات معينه، لو انتم مثلا بقالكم 20 سنه اصحاب ومتربيين سوا و
والاطراف الجديده اللي دخلت حياتكم موافقين على ده والموضوع كله في العلن ما فيهوش حتى رساله في الخفاء. رقم 2 رقم 2 ان يكون العلاقه مثلا بينهم ما هو مثلا 2 ولاد خاله او ولاد عم كانوا بيحبوا بعض ما حصلش نصيب هقطع صله الرحم؟ لا بس برضو بحدود بس راعي الانسان اللي معايا انا اتجوزت خلاص انا قلته ده اول شيء لا مهما قال لي انه مش بيغير هيغير ومهما حصل هيبقى فيه بس في ايدها بقى يعني في ايد الطرف الثاني بقى ان هو يتصرف بشياكه ويحترم ويقدر ان زوجي او زوجتي مديني الحريه والمساحه دي ما خليهوش يغير بقى واعمل حاجات وبعدين بقى مش بعد ما يسيبوا بعض على طول يعني لسه سايبين بعض من شهر عايز ترجع يا فندم اسبوعين ثلاثه فندم دي عايز ترجع حضرتك انا بقول انا جايه من هناك وبقول لك وبعدين الصحبات كتير قوي البنات يعني هو خلاص ما بقاش في صحاب غير هو اللي كان خطيب بحبه يا بابا بتحبيه. لسه بحبه يعني انا مش مع هو اي حاجه طب ننزل نجيب اي حاجه من اي محل يعني بحبه للاسف هي مش انا طب في موضوع يا هبة عايزين نتكلم فيه برضو لما واحدة بعتت لنا مشكلة وبتقول ان جوزها دايما غضبان ومتعصب وبتقول هو انا السبب الحقيقة بتقول يعني الحقيقة في الدنيا يعني بتقول ان الحياة فيها مسؤوليات وشغل وحياة وبيفكر في حياته وشغله اكيد ممكن تكوني مش انت المسؤولة طول الوقت طب ازاي تقدري تتعاملي معاها اول حاجه الكلام بينكم زي ما كنا بنقول من شويه والتفاهم انك تفهمي شخصيته مفاتيحه تتعرفي على عليه اكتر تعرفي تناقشيه اكتر في اي موضوع يفتحه مهم قوي يبقى في تفاهم لو ما يكون في موضوع بيتكلموا فيه في حوار انا رايي ان الحوار يعني يقدر يخلي الناس يكملوا بشكل كويس حتى لو كنا مختلفين فهنحترم الاختلاف ده هو طبعا لازم نحترم الاختلاف ونحترم الخصوصيه ونحترم ان احنا ما نختارش الوقت الغلط نحترم حاجات كتيره جدا جدا احنا للاسف ما بنحترمهاش في علاقاتنا الانسانيه بس هو انا يعني الجواب باين من عنوانه في السؤال بتقول ان دايما جوزها غضبان ومتعصب وبتسال هل انا سبب ولا لا وحقيقة لو عندك قدر الى حد كبير من الصراحه مع الذات انك تقعدي مع نفسك كده وتراجعي انت تتكلمي معاه ازاي او بتتعاملي معاه ازاي او تطلبي منه حاجتك ازاي او بتتناقشي معاه عامه ازاي وامتى ممكن انت ادرى واحده تبقي عارفه ليكي سبب او ليكي يد في ان هو عصبي وغضبان ولا لا لكن بقى لو هو شخص بطبيعته عصبي وبطبيعته غضبان وظروف الحياه والاقساط والمسؤوليات والمعيال كده مخليه عصبي وغضبان فما تحاوليش بقى انك تسعي ان انت اهدى يا حبيبي انا عاوزه نبقى هاديين طول الوقت طول الوقت بتنكشف هو لازم سيبيه لما يهدى لوحده ما هديش تأقلمي على هذا الوضع وابتعدي بقى عن فكرة انك تستفزيه في اوقات معينة في الموضوع يتصاعد ويبقى فيه خلافات وخناقات يعني طيب يعني هي لو اختارت وقت مناسب تتكلم فيه ما كلمش ما هو مشكلة ايه في الوقت المناسب هي بتبتدي تشك ايه انه ده مش بيحبني ده مش عايز يتكلم معايا هنفترض ان هو جاي عنده مشكلة في الشغل تكلمي معاه حاولي تساعديه تقولي له يعني عملت ايه النهارده حبيبي في شغلك ايه اخبارك طب ما فتحش قلبه هنا بقى هنا هتحتاج استشاره طب نفسي متخصص يعني لازم يكون عارفه تتعاملي معاه ازاي وتستوعبي غضبه وتقدري تسالي حد متخصص برده اتعامل مع الغضب ازاي اداره الغضب دي دراسه ده علم لازم نستفيد ممكن يكون دارس. عنده ازمات وقتيه مثلا اكبر من المعتاد او اصعب من المعتاد فهي اللي معصباه وممكن كمان تحاول تخلق هي لحظات صفاء يعني حتى ولو اسبوعيا يوم الجمعه يوم الاجازه بعد ما يرجع من الصلاه بعد ما يرجع من بره عايز ينام تعالي نتخيل يوم الاجازه يعني ده. تخيلي كده بذكاء الذكاء الانثى اقوم اتكلم معاك حتى يوم الاجازه انا هلعب دور الراجل بذكاء الانثى الفطري قاعد عايز ينام هو قبل ما يخش ينام وهو راجع كده لقى مثلا صينيه كده فيها كوبايه قهوه اللي بيحبها وقالب كيك هي عاملاه لا عايز يتغدى عايز مكرونه بشاميل على طول ايوه هنتغدى حضرتك لسه الساعه 1 الظهر هنتغدى الساعه 4 قهوه ايه هيتخانق هتعملي قهوه عامله شعرها بشكل مش معتاد عليه ان هي قاعده في البيت معظم الوقت ما عندهاش وقت تهتم بالتفاصيل دي كلها وحاطه ميك اب وحاطه روج وحاطه كحل ولابسه فستان حلو وعامله صينيه وبتضحك وبتقول له نكته كلامه عن ماتش هيبدا يفك تحاول هي تخسر حاجه ما يعني قال لك ضربوا القعور على عينه وقال خربانه في المطبخ بتحمر البانيه عشان الراجل ياكل يوم الجمعه يا فندم هتقول لك يا هبه انت رايقه قوي تبقى تزنق نفسها يوم الخميس تعمل غدا الجمعه يوم الخميس شويه انا دور الراجل ما هو يوم الجمعه لو تفضي ساعتين كده ما بين الغدا وصلاه الظهر او ما هي لازم تغسل بقى الغسيل كله يوم الجمعه عشان الاسبوع يعدي العيال هيروح المدرسه بايه اطلبي الطلاق خليه هو ينام وهي تعمل حاجه خلاص
لا اللي عايز يلاقي وقت وجوده وقت ولو نص ساعه نتكلم فيها حفاظا على الاسره دي لازم يكون في حوار راقي جدا. دور الست اللي هي مش مديه فرصه لاي امل, يعني الست اللي هي متشائمه. هي مسكينه يا عيني, تقول لك انا هعمل ده كل ده امتى, ده انتوا عندكم رفاهيه مدلعين انتوا. لكن الناس بتشوف ان ده احيانا تشاور عليا كده. هي الست بتقول كده, اللي بتشوفك النهارده تقول لك لا انا ما عنديش الكلام ده, انا الحق انا واقفه بحمر. يشهد عليا سوبر ماركت شهير مش هقول اسمه, نزلته الاسبوع اللي فات اجيب حاجه البيت, لابسه يعني همشيها تريننج سوت, بوجامه وكحكه وشراب البيت اللي بيدفي ده, والستات تقابل ايه انت هبه, اقول لهم اه انا في حاجه انت زي زيكم اهو عادي. حلو لو صاحي النوم عادي. لا لا المنظر يعني كان يعني هبه لا بصير تقلب الدنيا مكان ما تخش برضو ابجوره منوره زي ما كانت بتقولي. لازم اردها لها. طيب حدوته النهارده ايه من كل بيت؟ صاحبه الحدوته بتقول انا مخطوبه الولد كويس وفي اغلب المواصفات اللي عايزاها اي بنت ومتفاهمين جدا, مشكلتي الوحيده مع مامته واخته اللي اغلب الوقت متدخلين في حياتنا ومتدخلين في تفاصيلنا. هو بيحاول انه يقلل الموضوع ده بس الحقيقه الموضوع مضايقني, خاصه ان احنا قربنا نتجوز ومامته داخلة في كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة. أنا مش عارفة أعمل إيه يعني, أنا مش عارفة برضه أنت مش هضمة مامته ليه يعني, هي بتعمل حاجة تضايقك يعني, كانت فرحانة بابنها وبتنزل معاكي تختار حاجات للبيت وفرحانة وبتقضي من وقتها وصحتها عشان تبسطكم, أنت المفروض أعتقد أن تكوني مقدرة حاجة زي دي, ولا إيه اللي بيضايقك يعني؟ مش واضح في الرسالة يا هبة هي متضايقة من إيه؟ أنا لا أعتقد أن أنا استشفيت لحد كبير هي متضايقة من إيه. منى هي عايزه تمشي الدنيا وتتجوز وفرحانه بالموضوع, ممكن تكون بتحبه, وبعدين في حاجات مضايقاها منها تدخلات من وجهه نظرها الام والاخت وبتقول لك في دماغها ايه, بس انا بعد الجواز هعرف ان انا هحط فاصل وحد الموضوع. طب ليه نفسيا في حاجز بينها وبين حماتها؟ في بنات كتير بتبقى عايزه تتجوز وبعدين ده بتاعنا لوحدي, بتاعي لوحدي, محدش يجي جنبه, لا ماما ولا اخت ولا او بكون في برضه مش عايزه حد يشتري لها الحاجه على في برضه عشان نكون صادقين. في برضه ساعات الام والاخت احيانا بيبقوا حبا في ابنهم واخوهم وحاسين ان هم عاوزين كل حاجه ويكونوا معاه فيها ويختاروا فيها, هو بس عشان نفض هذا الاشتباك. لو هي من دلوقتي ايا كانت, انا مش هخش في النوايا نيه امه واخته ايه وهي نيتها ايه وناويه انها تغيره بعد الجواز, الموضوع هيبقى هيكبر ويبقى مصيبه. انا اقول لك من دلوقتي, لو انت من دلوقتي مش متقبله هذا الامر, مش متقبله تدخل ام واخته ايا كانت نيتهم منتهى الطيبه يعني والصلاح, بس شخصيه العروسه مش قابله, يبقى من دلوقتي خدي قرارك هتقبليه بعد الجواز الوضع ده ولا لا, لان الوضع ده بعد الجواز ما اظنش انه هيتغير, واذا اتغير ودخلتي انك تتخانقي عليه الامور هتسوق وتوصل لباب مسدود. يبقى احنا قدام شخصيه هي كمان مش مرنه يعني, عايزه من حقها البنت عايزه تفرش بيتها على الطريقه اللي هي تحبها. اما قرارها. لو الام بتتدخل مع بنت بتبقى عايزه راي حماتها وملهاش راي وراي حماتها حلو وبيعجبها مفيش عندنا اشكاليه, لكن واضح ان الموضوع فعلا زي ما بتقول هبه ان هو هيبقى بالنسبه لك مشكله صعبه. حاولي تفكري هتقدري تكملي على كده ولا لا. ايوه على كده مش هنغير كده بعدين. على كده بالظبط. طيب عندنا ايه النهارده بقى يا هبه؟ اول فقره دكتور عاصم فرج استاذ الجلديه والتجميل اللي بينورنا كل اسبوع, الاكسلانس طبعا وبرنس وكل حاجه, هيقول لنا احدث علاجات للشعر والبشره ان شاء الله. بعد كده يا هبه في فقره النهارده مهمه جدا جدا هنتكلم فيها عن واحده من اهم الوسائل للدخل القومي لمصر ولاي بلد هتهتم بهذا الموضوع, مؤتمر سياحه علاجيه كان موجود في مصر واتعمل او كان على ارض مصر قريب من ايام, ومؤتمر خرجنا منه بنتائج واهداف مهمه جدا جدا ومفيده جدا جدا هنتكلم فيها النهارده مع دكتوره شيرين غالب استاذ الطب الشرعي بكليه طب القصر العيني ونقيب اطباء القاهره, ودكتور وائل البنا استشاري امراض النساء والتوليد. وموضوع مهم السياحه العلاجيه يا جماعه, مش في ناس كتيره مش فاهمه معناها وفاكراها انها فسحه وكده ونعمل مياه كبريتيه او ننزل نتدفن في الرمله, الموضوع مش كده خالص, هنفهم اكتر عنه. واللي عنده بقى نستغل فرصه ان دكتور وائل معانا, اللي عنده اي اسئله في مواضيع تخص امراض النساء والولاده يبعت لنا على الصفحه ان شاء الله هينورونا ونستفيد بعلمهم باذن الله. والفقره الثالثه هتكون مميزه جدا مع مطرب له قدرات خاصه زياد عبد السلام, اللي هيقول لنا ازاي قدر ينمي موهبته بالغنى ويدخل اكاديميه الفنون اللي لاول مره بتفتح قسم لذوي الهمم في اكاديميه الفنون من اول الدفعات ان شاء الله, ويطلع دفعه جميله وهنسمع منه اغاني كتير حلوه. و بما اننا في اسبوع ذوي الهمم فقره سلطنه بقى دي فقره السلطنه دي اكيد انت وراها يا ميمون السلطنه والحاجات الحلوه دي.
هو تلميذي طبعا، انا اشرف ان زياد تلميذي يعني السنه دي وفرحانه بيه جدا جدا، وهو سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي فخور بيه. السنه اللي فاتت قدم للفنان مدحت صالح زي ما هي احبها، وهي فنانه النهارده. واختاري الاغاني اللي انت بتحبيها ان شاء الله. اخر بقى فقره معانا الشيف محمود النهارده. عامل اكل ينفع جدا اللي عاوز ينقص وزنه، وعامل ريجيم الحقيقه، عامل لحمه بالفريك. ايوه. ها وايه تاني؟ وقراقيش بالشمر وقراقيش بالشمر والسمسم، لان واحده من مشاهدينا الاعزاء طلبت امبارح، واستجابه سريعه من شيف محمود. استجابة. حضر الحاجات وبيعمل لها النهارده القراقيش بالشمر والسمسم ان شاء الله. خلونا نطلع فاصل ونبدا اولى فقره. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي كل يوم ثلاث ميعاد فقراتنا مع دكتور عاصم فرج استاذ الجلديه والتجميل، واللي وعدنا ان احنا نبدا حلقات حصاد 2022. والحصاد السنه دي مش هيكون بس في الموضوعات اللي اتكلمنا عنها، انما كمان مجهز لنا مفاجاه اعتقد انها هتكون مفيده جدا لينا كلنا وكل متابعينا. اهلا بيك يا دكتور عاصم. اهلا، ازيك يا منكلسان؟ طيبين. وانت طيب يا دكتور. الله يخليك. وانا مش عارفه احنا يعني هل من ضمن الحصاد اللي هنتكلم عنه النهارده مثلا ان احنا نتكلم عن روشيتا سريع على الحرب الشباب باختلاف انواعه ومراحله؟ احنا لو معايا هما ورقه وقلم كده يجمعوا معايا كده، علشان هما بيحبوا الورقه والقلم قوي. أيوة. في البيوت كلها بيقول لك بيجمعوا كده ورقه ويكتبوا بسرعه. انا هخلص لهم كل المشاكل على هيئه ثلاث مرات اربعه، بحيث يكتبوا عندنا كذا ياخدوا لها كذا، عندنا كذا ياخدوا لها كذا. حلو قوي. فنوفر لهم جامد خالص. تمام. طب تمام. اول سؤال يا هبه، اول حاجه عايزين روشته سريعه لكل اللي بيعاني من حب الشباب، اول غده الدهنيه سهله قوي. احنا لو قسمنا البتاع سهله خالص في الوش لغده دهنيه في دهون زياده، ودي اللي النهارده مشاكلهم. ايه الناس دي يا جماعه؟ حب شباب. طيب بابا ومامته عندهم حفر، يبقى ده هنسميه سكار برون، يعني قابل انه يحفر. الراجل ده او الولد دي او البنت دي اللي قابله انها تحفر بدري بقى، كلينانس جيل ده على طول من بدري. الكيراكنيل او الكلام ده كله، انما كلينانس جيل مهم جدا ان يتنظف بيه بسرعه. انا ايه اللي كمان اللي مهم زياده عن اللزوم عشان ما تحفرش مننا؟ ان انا ابتدي الايزوتريتينوين او النتلوك من بدري. حبوب بس بعد الاكل وتحت اشراف الطبيب. يبقى اول حاجه واخطر حاجه ان انا امنعه من التحفير. بس التحفير ده متاخر يا دكتور، اللي هو حب الشباب. انا اسفه، ده انواع الاول عرفنا، هو انواع يجي 8 كتير، لكن في عائلات او في ناس مستعده، عندها استعداد انها تحفر، وعندها استعداد انها تطلع حبوب. وفي عائلات ما شاء الله. بس انا عايز اقول لكم ان الاجيال الجديده دلوقتي حب الشباب زاد عندهم بجد. ده انا فاهمه ان من كتر الوعي والادويه الحلوه ما بقاش في حد عنده. هو ليه بقى؟ الاكل اللي هو اسمه ايه ده في بياخدوا حاجات كده اويلي و و و و و حاجات كتيره مش مهم. طلع او يعني ابتدى يطلع، مش هنقعد نفكر طلع من ايه وكده، لكن هي محفره باباها مامتها محفره، يعني فيها نقط. يعني ما يصحش تسيب نفسها. ما يصح مسؤوليه الام نمرة واحد واثنين وثلاثة واربعة ان بنتها ما تحفرش. طب ما تحفرش، ايرلي تريتمنت، العلاج المبكر. يبقى ادي نمرة واحد في الحصاد، ايرلي تريتمنت لحب الشباب اللي هم قبل ما يحفر. الحفرة دي والله والله انا يعني ان مسؤولية الام كده قدامنا كلنا، انها سابتها لغاية ما حفرت وزعلانة قوي. لا طب عيب يكون عندنا دكتور عاصم فرج وعندنا اولاد وانتوا حفر. انا ما بهزرش، يعني الاستماع بس لكم كل يوم ثلاث هتلاقي الدنيا خلاص. الخطوط بقى في وعي، بيبقى في وعي، الدنيا وعي جامد. فاحنا هنعمل ايه؟ اللي هي كلينانس جيل، وده مهم قوي 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 من جوه لبره كده. وناخد معاه كمان ايزوتريتينوين والسيبيام بور ريفاينر. ساعات اصحاب المسام الواسعه
اللي هي دي يحصل لهم المسام توسع قوي فتلم وساخ. انا هشرح لكم كمان منها حاجات مهمه. في حاجات بتعمل حاجه اسمها الديموديكس، مش اسم معقد ولا حاجه. الديموديكس ده بيدخل في المسام الواسعه في الوش، فعشان كده بقينا بنديها ايه اي فيرزان سهلة. انما دول اللي بتبتدي الالتهابات. الوردية بتيجي اكتر لاخواننا، مش اخواننا يعني ولادنا بتوع السبش. لكن هل في حاجة اسمها عندي 40 سنة او انا 38 و40 وبيطلع لي لسه حب شباب؟ تخيلوا بقت هي القاعدة. ما حدش يقول ان حب الشباب ده بس بتاع الاطفال، بتاع الشباب كلهم، بتاع الشباب ودي شباب. لكن هنا الجرعه تختلف، جرعه تختلف، قرص واحد بعد الاكل ده ضروري ما يزيدش عن كده لمده قد ايه؟ لمده لا تقل عن 3 اسابيع. اربعه هتلاقي بس الحفره وهي كبيره بتضايق. طب لو مش حفره وعمل بقعه سمراء او سودا؟ حلو جدا، يبقى بنسميها بي اي اتش. يعني البي اي اتش ده منتشر في اللي هم اللي مش سمروا قوي، البيت شويه واللي فاتحين شويه. دول بيقوم عاملين لهم حاجه اسمها بيجميد بايو مع العلاج اللي انا قلته قبل كده. يبقى انا شوفي ازاي سهله جدا. يبقى اول روشيت الحب الشباب اللي عندي بابا ماما عندهم حفر، يبقى انا هعمل ايه؟ هاخد العلاج بسرعه. اخدت العلاج بسرعه. هي بابا وماما عندهم بقع بعد حب الشباب ولا بابا وماما عندهم حفر بعد حب الشباب؟ لو عندهم حفر بعد حب الشباب هبتدي اخد الايزو، هاخد النيتلوك بعد الاكل ومعاها الكلينانجيل بالترتيب كده، هتلاقي الدنيا اتحسنت. لكن القاعده نمره واحد في الحصاد، نمره واحد علاج مبكر حتى لو هي كبيره في السن. مش كبيره لو هي في الفورتس، لانها بقت بتيجي ليت اونست، ده مش كبيره، ده في عز شبابها يعني، فضروري تاخد العلاج. بس هنا قرص واحد ايا كان وزنها، قرص واحد بعد الاكل. لما بنتحسن زي ما حضرتك قلت اسبوعين او ثلاثه بنبطل، تبطل بقى خلاص ومش هيرجع تاني ولا تبتدي تقلل؟ لا ما فيهاش تقليل، انما 99% ده كده. يبقى احنا عندنا لغايه دلوقتي قلنا نوعين. في بشره دهنيه، بشره دهنيه معاها حب الشباب وبيسيب حفر في العيله دي، يبقى احنا ضروري نعالجه بسرعه. في العيله دي برضو بيسيب بقع بي اي اتش، يبقى دي هنفتح هنعالج الدنيا تبقى سهل. لكن برضو يبقى ده حصاد واحد، هنقعد نقول كده 1 2 3 4 عشان ابقى منظم. يبقى هم كتبتوا معايا، مش انتوا يعني، هم نمره 2 بقى اللي بشرتهم دهنيه وعندهم قشر في الشعر. هو ده السؤال بقى اللي جاي، قشر الشعر ده حصاد 2 او هو ده 3 بيني وبينه؟ لان الثانيه كان واحده بحفر واحده ببقع، والثالثه ديت مالها بشره دهنيه وفيها سكيلي سكالب او واللي فيها اكتر من سكيل سكاب، نوعين قشره. في قشره بتلمع ذهبيه بيسموها، وقشره ناشفه. ديت هو الكيل وال، الكيل وال او الفولتن انتي داندرف. انا هبتدي من هنا ورايح اقول حاجتين ثلاثه، لان عشان الادويه عماله دي شنتهات مش كده يا دكتور؟ يعني دي مش ادويه، دي اللي عنده البشره دهنيه او الدهنيه الذهبيه دي اللي بتلمع. دي بتضايق جدا في الشتاء. فالبشره الدهنيه دي هناخد لها الكيلوال وديت هنلاقيها تتحسن بسرعه. ما تحسنتش. لا دكتور عاصم ما تحسن. ده انا في منهم ياخدوا الكيلوال تلاقي القشره زادت، يلبسوا حاجه غامقه تبان عندهم قوي. فنعمل ايه؟ هنديها برضو نتلوك والايزوتريتينوين بعد الاكل مرة واحدة بس، هتلاقيها اتحسنت جدا جدا الغدا. طب لو على رموشها وعلى الحاجب ابتدى ينزل القشر، برضو حاسبه منها ضروري نعمل تنظيف للكده بالراحة قوي، مش حاجة لازقة ما تشيلهاش. انما الناشف اللي هي القشرة الناشفة دي هنخديها كرتيول،
كرتيول، ادينا زي شامبو برضو يدي. شامبو بس ده للبشره الناشفه، ومره في الاسبوع او مرتين. لا هي مرتين في الاسبوع كويس. بس ما حدش، كويس انا افتكرتها، ما حدش يخبط فروه الراس بالمشط او او ناس تقول لك اقشر القشره عشان هي بتضايقهم. بتضايقهم جدا جدا جدا، فيفتكر لما هيشيلها مش هترجع. لا الحته دي تزيد اكتر، بيزودها اكتر، بيزودها اكتر، يقع وتقع، تاخد حته شعر وتنزل. فوهي في الاركان دي بعد كده. يبقى احنا ادينا قلنا واحد حب الشباب، مفيش احسن من كده مراجعه. في الشريطه اولانيه حب الشباب، حب الشباب فقط اللي عنده وراثه في العيله او يا اما محفر يا اما. احنا بس ما قلناش في الروشتة دي ايه الدواء اللي اتحط على لو مبقع بقى، لو بقع. ما هو لا قلتها البيجمنت بايو. داخل الصراحة البيجمنت بايو. شوف الحلقة تاني. البيجمنت بايو ده لو بتبقع فهنمنع البقع، وقلنا لو في جنبها مسام واسعة هنعمل ايه؟ بور ريفاينينج. انا حضرت الحصة دي. ايوه يا ميث. لا يا ميث يا ميث يا ميث، انا حضرت دي يا ميث. ايوه. وبعدين التانية بقى البيجمنت بايو لو في بقع. ايوه. التالتة ادي واحد، ادي اتنين. حفر بقى ساعات بنعمل الليزر، مش ساعات الصراحة، ضروري يتعمل. الليزر كمان في نوع من الليزر اسمه بالس الداي. لما تبقى الحبوب حمراء كده بنعملها بدري علشان الهدف ما فيش حاجه تحفر مننا. الحفره دي مسؤوليه الام يوم فرح بنتها. هتبص لها شوفها بابا انت السبب، انت اللي اتاخرتي في علاج يا ماما. والتانية دي بقى بعد كده القشره لا دهنيه ذهبيه دي لا دهنيه ناشفه. الكيلوال والكرتيول، شفتوا ازاي؟ اربعه. نخش بقى على رسائل المشاهدين. احنا كده قلنا ثلاث روشتات للقشره والحفر والبقع على الوجه وقشر الشعر بانواعه. صح. ولسه هنكمل ان شاء الله الحلقات اللي جايه لغايه ما نقفل كل المراجعه الحصريه بتاعه الحصاد. طيب عبد الله عاطف يا دكتور بيقول لك عاوز اسال حضرتك عن التهاب حاد في بصيلات الشعر، بقالي 10 سنين مع العلم اني كشفت مع دكاتره كتير جدا واخدت جميع المضادات الحيويه، قايل بقى اسماء ادويه وغيرها، ولكن الالتهاب بيطلع تاني على شكل حبوب منتشره في شعري وظهر مؤخرا ورم مكان الحبوب، يا ريت الدكتور يجاوبني باسرع وقت اثابكم الله. عبد الله سلامتك، الف سلامه يا عبد الله. بس ده حاجه من اتنين، يعني في الكوليتس دي لو هي كلها في فروه الراس دي يا اما جرام نيجاتيف في الكوليتس لو معاها هنا، او المهم اجمنت في الكوليتس. انما سهل، سيبوكم من الاسامي. احنا هنعمل ايه؟ انا هستاذنه عبد الله ياخد برضه، بس مش قرص واحد بقى، ايزو او نتلوك، ثلاثه في اليوم. ثلاثه في اليوم حسب وزنه، يبقى بعد الاكل ثلاث مرات في اليوم. بعد الاكل ثلاث مرات في اليوم الدنيا بتتحسن قوي. طب حسب وزنه ازاي؟ يعني وزن ايه؟ حسب وزن هي، من هي اصلها كل 10 يعني كيلو. لو فوق ال 80 كيلو، فوق ال 80 ده هياخد نص ال 80 40، يبقى هنخليها ثلاثة. نشوف النص الوزن ونحسبها على هذا الأساس. طب في سؤال على صفحتنا يا دكتور عاصم. رانيا عبد القادر بتقول أنا عندي سؤال الدكتور لو سمحتوا، عندي حزاز في شكل حبوب كبيرة سودة في جسمي، في جسمي كله، وفيها حكة شديدة جدا خصوصا بالليل، مفيش علاج نافع معايا، وعايزه الدكتور يوريني روتين يومي ومنتجات تهدي الحكه دي، مع العلم اني بشرتي جافه جدا. لا بس هي في الاول قالت حزاز. ده تشخيص. يعني الحزاز ده لايكين بلانس او اللايكينويد ايرابشن. الحزاز لونه موف، هو كده لونه موف في الاول ويقلب غامق. الحزاز يؤدي الى هرش رهيب، بس انا عايز اقول لها هو بيطلع لوحده كده. بس في منه ضروري نعمل نشوف عندها هيباتيتس سي ولا لا. سي وبي. في نسبه عاليه منهم 30% بيلاقوها. اللي انا عايز اقول لها عليه وده سهل شويتين، ثلاثه اربعه، انها طبيعه الهرش لو هي بالضوافر يبقى مش حزاز. طيب في دول بيهرشوا ببطن ايديهم. عندنا عيانين اللي اللون الموف، ولو هرشت ببطن طريقه إيه؟ الهرش دي مهم. يعني في الهرش كله في خبرة من خبره يا دكتور والله العظيم، في نوعين هرش.
يشخصه. الارتكاريا محدش يهرش في الارتكاريا بضوافره. طب الحل بقى العلاج؟ بيهرشوا ببطن ايديهم كده والبتاع دي سهله ودي سهله. هتلاقي اللي بيهرشوا ببطن ايديهم دول لما ياخدوا الارياس مره واتنين في اليوم في الارتكاريا بيتحسن قوي، وفي الحذاذ اللي هو وهو موف او كده بيتحسن جدا. طب انما الارياس لغايه 3 مرات في اليوم. طيب. لحد ما يروح خالص ان شاء الله. ان شاء الله. في سميحه محمد حسين بتقول لك يا دكتور بنتي وهي سنه خدت غرز تحت دقنها تحت عينها، ودلوقتي عندها 10 سنين والغرز مكانها باين، مع انها حطينا كريمات بس عايزين كريم او حاجه، ولا نروح نعمل ليزر عشان مكان الغرز يروح؟ تيب نمبر 1 قاعده واحده، بعد الجرح ان شاء الله امبارح استغفر الله العظيم اي سبب، مش عايزين نقول اي سبب يعني، انما بعد الخياطه على طول از ايرلي از بوسبل، يعني ما حدش يستنى لغايه ما تتأخر. بقى لها 9 سنين بقى تعمل ايه؟ ليزر دلوقتي خلاص هنعمل لها ايه؟ هتعمل ليزر نوع فراكشنال ونوع برضو بتتحسن جدا. يعني انا عايز اقول لك الاهتمام بيها قبل ما تعمل كيلوين، لو عملت عاليه كده حتى فيها علو بتبقى صعبه قوي. نقول تاني وتالت ورابع بدري 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 ضروري ان شاء الله تروح. وديت السكار دي بقت علم. يعني السكار ده والمانجمنت بتاعه بقى علم. في السوق حاجات اللي هي زي السكار فيكس وكده، هتلاقيها الدنيا اتحسنت. في على فكره سيلو تيب دلوقتي تتلزق على طول، اي جرح بيلمه بيتحسن على طول بالظبط. في سؤال بقى على الصفحه برضو، حبيبه نصار بتقول هاي عليكم. هاي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسم شامبو للتساقط، بيحصل سقوط في الشعر شديد جدا، وزيت وكريم تفتيح. انيفوجين احنا كنا قلنا عليه، وفي انيفوجين زيت، وفي الافين حلو جدا جدا جدا. يعني الاثنين دول برضو للشعر اللي تختار، يا اما انافيس يا اما كيلوال يا اما كيرتيول، انما الاهم الانيفوجين. هتلاقي ده تعمل شامبو، بس هو ما فيش حاجه اسمها شامبو لعلاج التساقط. التساقط ضروري كله سبب. طبعا ما يعني ما الشعر بيخف فاكيد حاجه تانية، لكن سبب. يعني ايه سبب؟ يعني ضروري نعمل التحاليل، نعمل التحاليل ونبقى شطار وتغذيه كويسه وكده، وبعدين ناخد الشامبو. وبعدين الفيتامينز تاخدها. يبقى اخدنا الفيتامينز والتحاليل وعملناها وتاكدنا انها عندها في الفيريتين ناقص، ضروري تزيد. تمام. تاخد بقى شامبو يظبط الشعر. يعني ده اضافه بس صيانه، عمليه صيانه. طيب دكتور في بتقول لك حنان محمد، علاج الصدفيه المزمنه بعد اذنك في ايدي ورجلي ووش الرجل، وكل شويه تنتشر وتكبر، ممكن اعمل ايه؟ يا ما هو الصدفيه دي ده انا بس ايه، محدش يقلق من الاسعار اللي هقولها دلوقتي، يعني ما تسمعوهاش احسن. الصدفيه بقت نطت نطه في العلاج رهيبه، بس فلوس. اللي هو البيولوجيكس والبايو سيميلر دول سيكتور قلب الدنيا. بس برضو ده احنا يعني بقى في مصر 8 ادوية بيولوجيكس، ده يعني ده رقم مهول. أيوة. بس البيولوجيكس مش عايز اقول انما المهم بسيبك من الاسعار، الدولة بتصرفه. هعيد تاني وتالت وانا كل مرة اقول كده انا اشكر الدولة لانها طبعا. ولو تشوفوا السهولة السهولة في تأمين، مش هتاخد كام يوم التأمين، الواحد يجيب الورق ولو هو مؤمن عليه. ده كلام مهم جدا يا دكتور. جدا. لو انا فاهم انا بقول ايه اصلا مش عبيط يعني ايه مش عبيط؟ لا دارس. ده كل يوم بتفاجئنا يعني ان في ادويه بتتوفر عن طريق الدوله دلوقتي. اصل الواحد بيبقى رايح بيفتكر هيلاقي طوابير وهيلاقي مش لا بتتعالج وبتتعالج وتاخده الدواء بتاعهم، والدواء بتاعهم مزمن. يعني ايه مزمن؟ حاجه بتاعت كل شهر، محدش يتخض بقى بتكلف. حاجة 60,000 وحاجات يا خبر كده. ده انا قايل الرخيص. وفي حاجات ب 2,000 3,000 4,000 زائد الجينيريك.
الجينيريك ده اللي من تصنيع اللي هو مماثل في التصنيع ما شاء الله. احنا يعني ضروري نشجع ونشكر الدوله. في حساب كمان على نفقه الدوله غير التامين، فده كله كلها ان شاء الله تخف ولا هيبقى عندها حاجه. أمين. ولا هيبقى عندها حاجه. نشكرك يا دكتور عاصم. احنا عملنا اربع حصاد. الاربع حصاد دول هنبتدي المره الجايه نقول الخامس والسادس وكده. ايوه نشكرك شكرا جزيلا. ده انا اللي اشكرك، نورت وشرفت. وبطل بقى تعمل زي في الالوان، ها كفايه كده. قالوا لي منى لابسه اخضر. اكسانس يا منى، اكسانس بيعرف يسوق حلو زيك. معرفش بيبقى جاهز ازاي بالكويبتات. ذوقه حلو زيك يا منى. الله يخليك. الله يخليك يا حبيبتي. بعد الفاصل والجميله هبه الاباصيري هتكون مع فقره حول توصيات مؤتمر السياحه العلاجيه في مصر، ودكتور شيرين غالب نقيب اطباء القاهره واستاذ الطب الشرعي بكليه الطب القصر العيني، ودكتور وائل البنا استشاري امراض النساء والتوليد هيشرفونا وينورونا بعد الفاصل. ومرة تانية رجعنا لكل حضراتكم مع فقرة الحقيقة في غاية الأهمية، لأن الحقيقة الفترة دي مصر بتشهد تحركات كبيرة جدا لزيادة عائدات السياحة العلاجية، اللي احنا هنعرف بالظبط إيه هي السياحة العلاجية. والحقيقة كمان الأطباء أو نقابة الأطباء خدت مبادرة مهمة جدا أيام اللي فاتت، ونظمت مؤتمر بعنوان الطب والسياحة في أرض الكنانة. أكيد هدف هذا المؤتمر كان التأكيد على المقومات التنافسية الكبيرة اللي مصر بتمتلكها، زي الأطباء أصحاب الكفاءة والقدرات العالية، زي المنشآت الطبية والمجهزة على أعلى مستوى، زي حاجات كتيرة جدا جدا تأهل مصر أنها يكون لها مكان مهم على خريطة السياحة العلاجية في العالم. كمان خلونا نقول أن مصر، وده بالإحصائيات والدراسات، بتحتل المركز الرابع على مستوى دول العالم أو على مستوى الدول العربية، والمركز 26 على مستوى العالم في السياحة العلاجية. هي طبعا ده رغم أنه ممكن يكون بالنسبة للبعض مركز كويس، لا هو ما يتناسبش نهائي مع المقومات الكبيرة والهائلة اللي بتمتلكها مصر في السياحة العلاجية، واللي مش واخد أو مش واخدة ضوء أو تركيز كافي من الإعلام عشان الناس جوه مصر وبره مصر تعرف عنها أكبر، لأن مصر ممكن تحقق أكبر مكسب سياحي أو اقتصادي من السياحة العلاجية وعلى كل المستويات، والطبيه، وان الضيف يبقى وين وين سيتويشن، الضيف اللي جاي مصر يتعالج ويعني ربنا ينعم عليه بالشفاء، ومصر تحقق دخل قومي مهم جدا كلنا عايزينه. منورنا النهارده اللي هيكلمونا على الموضوع الجميل والمهم ده دكتور شيرين غالب نقيب اطباء القاهره واستاذ الطب الشرعي والسموم بكليه الطب القصر العيني، ودكتور وائل البنا استشاري امراض النساء والتوليد منورنا. وطبعا دكتور وائل عضو وزميل البورد الاوروبي للنساء والتوليد، واحنا سعداء جدا على الفقره دي النهارده، لان في ناس بصراحه اسمحوا لي كده ارحب طبعا بيكم، اما بقول كلمه سياحه علاجيه يا هبه يعني تفسح كده ونروح ننزل مياه كبريتيه وننزل ندفن في مياه في رمال ساخنه. عدد من الناس فاكرين ان هي دي السياحه العلاجيه، فما هي السياحه العلاجيه؟ بصي يا حبيبتي، طبعا انا بشكرك انك اتحتنا ان احنا نتكلم عن حاجه مهمه جدا لمصر لبلدنا يعني، وانا سعيده ان انا مع دكتور وائل. طبعا شرف حضرتك. بصي يعني عايزين نصحح كلمه السياحه العلاجيه، هي السياحه الصحيه. بتتقسم بقى لثلاث اصلا يعني من البدايه بالظبط كده. هي مش سياحه علاجيه، السياحه العلاجيه دي سياحه طبيه، اللي هو واحد يجي من بره مصر ويجي يستفيد بالعلاج، ياخد علاج نتيجه عنده مرض. فالاطباء طبعا احنا عندنا من امهر الاطباء والمستشفيات والاجهزه، دي جزء من السياحة الصحية. السياحة لا يتجزأ، جزء مهم جدا طبعا. ولكن في أجزاء مهمة اوريدي احنا ممكن نشتغل بيها فورا، اللي هي السياحة الاستشفائية والسياحة الوقائية. السياحة الاستشفائية والوقائية اللي هي بتعتمد على مناخ مصر، الرملة، النيل، البحر، الرملة الصفراء، الرمال السوداء، هي دي الاستشفائية. والوقائية اللي هي ان حد يجي للاستجمام، يعني عشان يبتدي تاني عمل مره اخرى، يجي يقضي شهر مثلا هيلينج بروسس بالظبط كده، او يتعالج من مثلا السمنه، انه تنظيم غذاء زي في التشيك وبلاد كتيره واحنا ممكن ننافس فيها بشكل رهيب. مصر نمره واحد، يعني عايزه اقول لك الاستشفائيه والوقائيه دي نمره واحد مش نمره اثنين. انا مش بقول كده عشان بلدي بس، لفي كده على المحافظات، الوادي الجديد، سيوه، العين السخنه، سفيجه، وبعدين خلي بالك
ذلك المناخ اوروبا دلوقتي بالماينس، اما يجوا يقضوا 3 شهور هنا فدي هتبقى يعني مش بيدخل بقى دخل، خلي بالك الناس فجأة دخل للأطباء، لا 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 لا، الدخل من أول سواق التاكسي الدولة كلها، من أول سواق التاكسي لغاية الفنادق، السياحة، شركة مصر الطيران كانت من الرعاة عندنا في المؤتمر. عظيم. لأن دي حركة يعني نتمنى، هي فعلا مصر رائدة ومصر تستطيع أن احنا نبقى نمرة واحد، ولكن عايزين منظومة و تنظيم ليها ازاي نمشي فيها بالظبط، ان كل العناصر تتكاتف ويبقى فعلا في النهايه في يعني نتيجه جاذبه للناس بره مصر. طيب دكتور وائل، يمكن نقابه الاطباء وبرده دكتور شيرين زي ما قلنا من كام يوم كان في مؤتمر مهم جدا بعنوان الطب والسياحه في ارض الكنانه، وعاوزين نعرف من حضراتكم حتى ولو باختصار ابرز النتائج اللي خرج بها المؤتمر، التوجيهات، الخطوات اللي هتخرج او هتتحقق على ارض الواقع الفتره الجايه بعد ما تم هذا المؤتمر. طيب بصي، بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتورة شيرين عملت حاجة خلال الفترة اللي فاتت دي، ومش يعني عشان هي موجودة، هي ألقت حجر في مياه راكدة. كلنا عارفين قصة المذيع الكلاسيكي بتاع خمسة لصحتك. الله 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 الله، من أيام زمان يا هبة. حلو، اللي هو بيطلع اللي هو جايب بيتكلم في السياحة العلاجية في أرض مصر والمش عارف إيه، وده السياحة العلاجية دي مفهومها اتغير، الموضوع اتطور والعصر اختلف. يعني أنت بتفتحي دلوقتي تشوفي البلوجرز اللي بيشتغلوا على السياحة العلاجية، ودي بقت ناس سبونسرد، يعني بتجيبي ناس معينين بيوثق الزيارة العلاجية بتاعته في سيول، في تايلاند، في أكتر من كذا حاجة. دكتورة شيرين ما سابتش حد في هذا الاتجاه إلا مع زمان، من أول معالي وزير الصحة اللي بصراحة احنا كنا يعني مبهورين بالمحاضرة بتاعته، لان بقى عندنا وزير صحة يعي تماما ازاي الدولة تكسب فلوس، لان احنا دايما بنشتغل طول عمرنا في القطاع الحكومي بمنظوم اني افرتك فلوس من غير ما تيجي، وده عكس توجيهات الرئاسة. لا، احنا عايزين الدولة تكسب فلوس عن طريق تقديم خدمة متميزة جدا. يعني عاوز اقول لك بقى على نقطة، معنا الصور دي من المؤتمر مش كده، في تايلاند مثلا التراب بيتباع او الحاجات اللي في المعابد بتعمل جنبها دار استشفاء. دار الاستشفاء ده بيجي ناس اللي عندهم اكتئاب يطلعوا على الجبال ويقعدوا، وبعدين يتعمل لهم هيلينج بروسس زي ما انت قلتي بالظبط، وتشرفت اتفضلتي ان انت قلتي. دكتورة شيرين لما عزمت الناس في المؤتمر، عزمت ناس من وزارة السياحة اللي قالوا لنا على الأماكن اللي ممكن نعمل فيها هذا الاستشفاء، وبحيث ان في نمور صاعدة من جيلي وأجيال أساتذتي، يعني مصر دايما يحج إليها الناس من كل حضب وصوب للاستشفاء العلاجي. صحيح. مش دول اللي احنا بنترجتهم. ليه؟ كل الناس في الدول العربيه بتيجي تعالج في مصر، ما في حد في الدول العربيه ما بيجيش تعالج في مصر، ده رؤساء اهالينا في افريقيا ودول عربيه مش على طول. ده اللي احنا بنترجته بقى، اللي احنا بنترجته مين؟ عندنا 50 مليون سايح، 50 مليون واحد امريكي بيهربوا للمكسيك والاوروبا لارتفاع رهيب في اسعار العلاج، والدرجه ان هو بيجي عندنا في مصر بملاليم بيعمل عمليته. يعني احنا عندنا عيانين بيجوا لنا من كندا عشان محطوطه ويتنج ليست سنتين عشان تعمل عمليه ورم ليفي بالمنظار. بتيجي مصر وهناك بتعملها ب 20,000 30,000 دولار في القطاع الخاص، يا اما تستنى دورها سنتين عشان تعمل عمليه. فاحنا فتحنا تارجت وماركت كبير جدا ان الناس دي تيجي مصر تعمل هذا الدور. طب تستشفى فين؟ لازم يكون في استشفاء، فتطلع رحله تروح شرم الشيخ، تروح الغردقه. طب لما الدوله تتكاتف، يعني دايما انا عندي مثل بقوله، لما تبقى في حاجه ماشيه ما توقفهاش. احنا عندنا جيلي من دكاتره التجميل، وحضرتك تعلمي ذلك كويس قوي، دكاتره التجميل والقلب قصدك ايه يا دكتور؟ لا ما اقصدش، لا 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 ما اقصدش، شكرا. لا لا مش فاهمالي غلط، لا ده انت ده انت امورت، ده انت ايقونه الجيل يا هبه من زمان، ده انت ايقونه الجيل من زمان. لا ما اقصدش، اللي اقصده يعني انك انت بتتعاملي، يعني تعرفي ده اطباء كثيرون طبعا، كتير من جيلي نجحوا يمكن اكتر مما اي حد يتخيل. المطلوب توحيد هؤلاء في ظل انك ما تقرفهمش في التراخيص، ما تقرفهمش في البزنس، اهتم بيهم كدوله، لان دول قطاع ناشئ قوي هيقدر انه بدلا ما انا اجيب مستثمر خارجي من بره وانا اعتمد عليه وياخد الخير كله، خيرنا جوانا للراجل سواق التاكسي اللي بيشتغل، شركه منظومه سياحيه تيجي تسوق لهم وتاخد العيان من المطار توديه للاوتيل، توديه للراجل يتعالج. الصناعات الطبيه والصناعات الدوائيه قطاعات كثيره جدا. انت محتاج
غرب للمنظومة من أول الدكتور اللي في كلية الطب تغير له نوعية الأسئلة. طب دكتور وائل لحد كل النقط على الحروف نبتدي من إيه المشاكل اللي بتواجهكم عشان تحلوا مشاكل السياحة العلاجية أو الصحية زي ما الدكتور شيرين قالت في مصر؟ أستاذتي بقى تقول لحضرتك بس أنا هقول لك حاجة بقى من غير ما تزعل، والإعلام نمرة واحد. شكرا جزيلا. في حاجة مش إن الإعلام أما يضخم خطأ طبي مش مقصود، نتيجة مضاعفات مثلا مش مقصودة، يعني الطبيب لما بيدخل يعمل عمليات أكيد بيمسك مشر، هو مش ماسك سكينة، هو مش داخل، هو داخل عشان ينجح، هو داخل عشان يقدم العلاج. لكن لما يجي الإعلام تضخم حاجة يعني في كل حاجة قضاء وقدر، الحياة والموت قضاء وقدر، فعملية إن واحد يموت يضخموا الموضوع ان الدكتور هو سبب الوفاة، وتكون مثلا سبب طبيعي ان مضاعفات طبيعية، نسبة مثلا ان هو سنه كبير، انه عنده امراض كتيرة فتعرض، فالاعلام بقى يقولك ده خطأ طبي. اول مشكلة ان الاخطاء الطبية اللي بيبقى توجيه الضوء عليها في اعلام كبير جدا بيخلي الناس بره تخاف، ولكن جداً. ده ما يمنعش ابدا ان لازم يكون في محاسبة قانونية للي بيتسبب بالاهمال الطبي. طبعا دي مفروغة منها حتة المحاسبة، الموضوع ما يخدش الناس بره ان احنا كفاءات كبيرة. بالظبط، دي أول مشكلة. انت 0.1% تضخمي الدنيا ويطلع لبرة برامج ان الاطباء عندها اخطاء فينسوا ال 100,000 دكتور الكفء اللي موجود. بالظبط، زي بالظبط إيه؟ يعني عايزه اقول لك برده على حاجه، ان بعض اطباء بتاخد مثلا الفيس بتاعها غالي جدا. طب ده قد ايه؟ بيبقى 6% من اطباء مصر. ما تجيش تقولي ده الاطباء بتاخد كميات وهم مش حاسبين بياخدوا كميات اكوردنج، يعني العمليه الفلانيه مكلفاهم قد ايه اجهزه، مكلفاهم قد ايه ماتيريال، يعني الحكم بيبقى ما بياخدوش الصوره كامله وبعدين يحكموا. فالاعلام يضخم اخطاء دي من اهم حاجه. اما يسمعوا الدول الثانيه يقول لك لا، ان كان شهاده شاهد من اهلها ما نجيش بقى. تمام. نيجي ازاي؟ فدي طبعا حاجه برضو المعوقات اللي زي ما دكتور وائل قال، الترخيص المنشآت. ترخيص سهلي الموضوع، حاولي ساعدي الناس انهم يبقى في استثمار من داخل البلد، يعني اراضي ممكن نبني عليها مستشفيات، ولكن سهلي لي الدنيا بقى عشان انا كطبيب ابني او مجموعه اطباء نبتدي ان نستثمر في الاراضي اللي هي الاماكن الاستشفائيه اللي هي الاماكن الجواهر بتاعه مصر. فتعاون وتكاتف من كافه الجهات المعنيه، كله. سياحه وصحه، حتى تاشيره الدخول، يعني في المؤتمر مظبوط سياده الوزير قال كده، عايزين تاشيره سياحيه علاجيه. هي ممكن اللي جاي حاجز برنامج صحي كامل او علاجي بيخش بياخد معاه التاشيره توثيق من المطار للمطار. سياده الوزير قال نقطه محترمه جدا، قال ايه؟ انا عندي سائح ستاند باي جاي يعمل عمليه بيقارن ما بين مصر وتركيا ومثلا الاردن، ليه هما بيكسبوا؟ لو لا ما اقصدش بس بيكسبوا. فهو بيقول ايه؟ الراجل ده جاي يحجز ده، انا هقوم ارفه في التاشيره واقعد اجيبها له في وقت طويل، هو عاوز ياخد قرار سريع اجازته سريعه هيقوم جاي على طول رايح لاي دوله ثانيه. فسياده الوزير قال ان هو فتح هذا المجال، حتى كمان التعامل بالعملة الصعبة في بعض المستشفيات كان ده مرفوض وكانوا بيخافوا منه. سيادة الوزير ادى توجيهات ان دي تتحرك بسرعة. من كلام دكتور شيرين سريعا، شوفي في عصر السوشيال ميديا مفيش حاجة اسمها نقدر نسكت على شيء. طبعا يعني لو انت سكت كإعلام هو هيطلع على السوشيال ميديا المريض ويعمل بتاع في دائرة كاذبة بجد والله. بس في المقابل بقى قدم الكفاءات اللي عندك، لا الخدمه اللي عندك عشان خاطر دي اللي تطلع تسمع بره. بصي بقى ليه وجهه نظر في هذا الموضوع. في دائره كاذبه في وجهه نظر، الدائره الكاذبه دي اسمها السوشيال ميديا، اتس فيري فيك. يعني الفيكنس اللي موجود في السوشيال ميديا ان ايه؟ واثنين ثلاثه اصحاب بعض يطلعوا يكتبوا كومنتات حلوه في بعض. إيه انا كاره واحد هطلع اكتب فيه، ده بيتشتم، والسياسي بيتشتم، والدكتور بيتشتم، والاعلامي بيتشتم، هنتقبل كل ده. لكن العقلانيه في تناول الموضوعات، احنا مش هنخترع العجله. صحيح. في جراح في انجلترا دخل على كبد مريض كتب اسمه عليه بالليزر، كتب اسمه عليه بالليزر عشان اللي يفتح بعد كده يشوف اسم الدكتور ويقول لك البرنس هو اللي فتحه، هو اللي عمل له العمليه. راجل عنده غرور وجرانديوستي مش طبيعيه. هذا الرجل تم وقف رخصته. لما تلاقي طبيب يدخل وهو مخدر، لما تلاقي طبيب وهو بيعمل اعمال مش ده، تاخده قانون جنائي. صحيح. لكن في حاجات مكتوب كده عندنا في الكتاب، كل 12,000 قيصريه واحده هتموت.
في الهند، في الصين، في باكستان، في كل حته هيحصل. كلامك مظبوط، بس احنا من عشان نلحق نقول اكتر حاجات مهمه النهارده يسمعنا اصحاب القرار فيها والجهات المعنيه والجمهور اللي في الوطن العربي كله وبره الوطن العربي. عاوزين اولا نعرف الثقافة. الخدمات الموجهه كمان لاصحاب الهمم، الثقافة، المشاكل اللي دي ممكن تتحل ازاي؟ انا مثلا اسمع ان مصر من دول قليلة جدا اللي بتعمل عمليات نادرة زي عمليات جراحية للأجنة وهم لسه في مش مرحلة الولادة. بصي في أساتذة محترمين، في أساتذة محترمين في مصر بدأوا هذه النواة، وكانت في كلية طب القصر عيني وكلية طب عين شمس وتوالت وكلية طب الأزهر، وبعدين كان في توجهات جميلة جدا في كلية طب الأزهر أن يتم مشروع كبير لدوت، وبعدين بدأنا ندخل جراحات نادرة تبقى موجودة، ألقت عليها الضوء زي مثلا جريدة زي الديلي ميل البريطانية، فبقى عيانين بيجولنا من آخر الدول لعمل هذه العمليات. ودي حاجه بقى جاتنا في المؤتمر على فكره عيانه من عند دكتور وائل، يعني عملنا عليها، جات عيانه برضو شرحت القصه بتاعتها، شرحت الموضوع بتاعتها كتير، وفي الاخر راحت جايه الحقن المجهري والخصوبه. ودكتور رضا كامل برضو وفي ادى الأوراق في الالف والاذن في مجالات كتيره جدا، يعني ادى محاضره في منتهى الجمال عن باكوره اعماله وباكوره الناس اللي بتجي لنا. مصر دوله مستقطبه تحتاج تكاتف من الدوله ونظره من سياده الرئيس للاطباء. النقابه بذله مجهود رهيب جدا من اعضائها طبعا بقياده الاستاذ دكتور حسين خيري استاذنا يعني، وكل اعضاء النقابه في ان هي تحاول تدي للاطباء البيئه العمل الامنه، ونساعد ان احنا ندخل مدخول اكبر، ندخل مدخول اكبر لسواق التاكسي اللي هيجي ياخد العيانه، للاوتيل اللي هيشتغل ويبقى مبسوط، للاعلامي اللي هيجي يعمل لقاء صحفي معاها ومع الناس ومع الناس. سيبك مننا بس الاسعار تنافسيه مع دول تانية زي قلنا الهند وزي تركيا وزي بلاد تانية بيقدموا الخدمات هي ممكن تكون الكفاءه زي بعض او اقل والاسعار اعلى كتير. بصي انا عايز اقول لك على حاجه، مهنه المحاماه في امريكا الدكتور المحامي بياخد اموال طائله، وفي هنا محامين بسم الله ما شاء الله عشان تتكلم مع بس ممكن تدفع 50,000 جنيه. كذلك الاطباء هي انواع زي الاعلاميين انواع، فهي يعني فكره القاء الضوء على الفلوس لازم تشوف الكلفه. لما تيجي تشوف مثلا مستشفى خاصه في مصر بيصرف مرتبات بما يتعدى مثلا 10 مليون جنيه ممكن مرتبات في منظومات كبيره، رغم كده احنا ارخص برضه، واحنا كده ارخص، ده مش ارخص، ده احنا ده ملايين على بس مش معلش برضه صحيح، مش بس المجالات التجميليه وزراعه الشعر، لا احنا بنتكلم كمان على حاجات زي ناس نفسها تحقق حلم الامومه او الابوه في سيدات في 8 سن 48 وطالع جم مصر. انا سمعت بصي في حته خبيثه جدا، في ستات بتعدي سن ال 40 بره او 45 يقولوا لهم انت بره مالكيش غير تبرع البيضات، ومنهم ناس فنانين، منهم ناس فنانين ومنهم ناس معروفين في الوطن العربي كله، فما بيعرفوش يروحوا، ده بيجوا لمصر على اعتبار اننا بنحاول في هذا الموضوع. طبعا الموضوع كبير جدا ويسمح لحاجات كتير، بس مش هنقدر طبعا انها يتم عرضها كلها في النهارده. احنا عشان الفقره للاسف وقتها خلص، بس حاولنا ان احنا نلم اكبر كم من معلومات عن السياحه الصحيه، بس لو في يعني في دقيقه كده الرساله اللي توجهوها من خلالنا للمشاهدين في مصر وكل الدول، اي رساله مهمه انها توصل لهم دلوقتي ممكن تكون ايه؟ ان مصر رائده في السياحة الصحية، وإحنا بنقول لكل الدول أهلا بيكم مصر، فعلا فعلا أرض الكنانة، الطب والسياحة إن شاء الله هيبقى في أرض الكنانة، وبجهود فعلا يعني رئاسية، إن سيادة الرئيس مهتم قوي بالملف ده، وده اللي إحنا شفناه أما لقينا معالي وزير الصحة مهتم جدا، وأضفنا يعني في حلقة منظومة كده من الوزارات، وأضفنا نقابة الأطباء إن إحنا هنشتغل في الملف ده. فإحنا آخر حاجة إحنا بس أهم حاجة إن الناس إزاي تتعامل مع السياحة، دي مراكز تدريب أخرى بقى لكل اللي هم القائمين، والتدريب والتأهيل والاعتناء بالمنشآت الطبية والسياحية اللي هتخدم بعد كده على المريض اللي جاي بره مصر. رسالة أخيرة من حضرتك دكتور وائل. تكاتف، صفاء النية، إذا صفت النية وعلم الجميع وعلمة الجموع إن كل إنسان لابد لي من إنه يكسب وإنه يعيش وإنه يرتقي، وتتكاتف بنية صافية، كل الأمور هتتحل. صحيح، كل الأمور هتتحل إن شاء الله بأمر الله. يكون لي لقاء معكم بإذن الله بعد فترة قريبة، بنتكلم بقى على الإنجازات في هذا المجال والأعداد والأرقام، كله بالأرقام، ومصر دايما فاتحة دراعها لكل أهالينا من بره مصر ومن جوه مصر. وبشكر دكتور وائل البنا اللي نورنا النهارده استشاري أمراض النساء والتوليد، والدكتوره شيرين غالب نقيب اطباء القاهره في مصر، نورتونا وكل التوفيق ليكم يا رب، منتظرين يعني ثمار نجاحكم الفتره اللي جايه. بعد الفاصل فقره بقى فنيه جميله جدا جدا هنتسلطن فيها مع زياد، خليكم معنا، فاصل سريع وراجع لكم على طول.
مكانه في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. ضعف وخوف جبان، لكن الأمل يفتح ببان، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. المس خضار الشجر، حس بضياء القمر، انقص قلوب عن حجر، على شيء ما تندمش، امشي الطريق امشي، هقدمك ازاي يعني. زياد عبد السلام صوت شكراً. جميل، لفت الانتباه ليه بطبقات صوته اللي احنا سمعناها، وعبر عن نفسه وقدم نفسه بصوت متميز جدا. نغمات صوته تجبرك انك تسمعها وتقول الله. تألق في الاحتفاليه قادرون باختلاف في ديسمبر 2021 لما وقف قدام سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يغني زي ما هي حبها، ودي كانت بمثابة نقطة الانطلاق لتحقيق الأحلام. إزاي يقف بثقة قدام رئيس الجمهورية ويقول أغاني صعبة، لأنه اتدرب على الموشحات والأدوار والإنشاد الديني كمان. زياد نموذج ملهم ومبدع، مش عايز أتكلم كتير لأنه يعني هينورنا بصوته، بس مش عايزين نتكلم كتير. أهلا بيك يا زياد. أهلا بيك يا دكتور، منورنا. ده نورك. محلي طبعا أرحب رحبي وبعدين نقدم الفرقة. أنا عاوز أقول يا زياد، أنت ما شاء الله عليك، أنا بسمع صوتك وجسمي بيقشعر، وجمال صوتك الله اكبر عليك. مفيش حاجه ممكن تتقال غير ان احنا نقعد نسمعه كتير بقى، كتير قوي على ما تكمل. بس اسمح لنا نقدم الفرقه الموسيقيه طبعا، زمايله في الاكاديميه وجايين طبعا نورونا النهارده، وتلاميذنا محمود صلاح على العود، اهلا بيك يا محمود. يوسف علاء على الكيبورد، والتاني مره يجي معايا زمايله ويساندهم. استاذ علي الحسيني على سبانيش جيتار، انت استاذ عشان انت برضه لازم اقول لك استاذ كده بالهيئه الجميله دي، منورنا يا علي. احمد العربي على الطبله، اهلا بيك يا احمد. واسامه القمري على الرق، اهلا بيكم كلهم طبعا من تلاميذنا في اكاديميه الفنون. وعايزين نقول بس للناس ونفرحهم، زياد انت اول دفعه يعني من اصحاب التحدي في اكاديميه الفنون. دكتوره غاده جباره وافقت السنه دي يكون في قسم لذوي القدرات الخاصه. فعلا انا اول كفيف في الوطن العربي يلتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربيه. كان في ناس بتدخل الكونسرفاتوار بس الموسيقى العربيه لا، يعني لانه طبعا قسم الفويس عندنا بيسموه قسم العناء شويه، الفويس اللي هو الاصوات يعني. الاصوات بيبقى علينا بيانو بقى وعود كنت داخل عندك امل يعني في وهم بيسمعوك في لجنه الاستماع؟ انا يعني توكلت على ربنا، وطبعا في حد بالنسبه لي هو املي في الدنيا وسندي بعد ربنا، هي اللي كانت السبب، دكتور إيمان حسني. دكتور يعني إيمان حسني رئيس قسم الغناء في معهد الموسيقى العربية، وبنشكرها وبنحييها على اكتشافها، وهي اللي شجعت زياد يروح رغم إن ما كانش في قسم خاص بحبيبنا ذوي القدرات الخاصة. وحتى وأنا واقف في الاختبار يا دكتور كانت كل شوية تيجي تطبطب عليا اللي هو ما تخافش يعني الله. أنا معاك. وإحنا كلنا فرحانين بيك، ويعني مش أنت مش محتاج طبطبة ولا أنت عظيم، أنت عظيم بجد والله يعني. هنستمتع بقى بإيه دلوقتي؟ سمعنا عايزة إيه يا هبة؟ ابعت لي اسمع إيه؟ أنت نفسك تسمعنا اللي نفسك فيه كله منك حلو. إحنا عاملين بروجرام لطيف إن شاء الله هيعجبكم، برنامج جميل قوي. هنسمع ابعت لي جواب إن شاء الله. طب تمام يلا.
أمان 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 في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد قد كان سمر للصلاة ثيابه قد كان سمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد ردي علي ردي علي ردي علي ردي علي صلاته وثيابه لا تقتلي لا تقتلي لا تقتلي بحق دين محمد ابعت لي جواب 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 وطمني وناولنا عتاب 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 لا تحرمني ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب جواب وطمني
كل جميل القلب يعشى كل جميل ويا ما شفتي يا ما شفتي جمال يا عين واللي صدق في الحب قليل قليل وانت بيدوب يوم ولا 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 يومين ولا يومين ده اللي سدى في الحب قليل قليل وانت بيدوب يوم ولا يومين ولا يومين واللي هويته اليوم دايم وصاله ولا في الطبع اللوم لا يعاتب اللي توم ولا في الطبع اللوم واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره دعاني لبيته لحد أنتم جميعا والله طبعا حاجة مش سهلة وكل مادة يعني بتغرينا ان احنا نطمع في اكتر كمان يا زياد ربنا يكرمك بس قبل ما يعني قبل ما نقول حاجة تانية انا بس الاغنية دي بهديها لفخامة الرئيس طبعا لان هو بيحبها قوي جدا طبعا ايوه فانا بهديها له يعني واحنا يعني هو انت هديتنا من سيادته لما شافك وشجعك ومطلعك ان شاء الله الحفله السنه دي برضو تقول هتقول ايه قدام سياده الرئيس الثاني يعني هي مفاجاه بقى ان شاء الله مفاجاه ليه بس احنا عايزين كده سر ليه هو لحن يعني جديد ان شاء الله حاجه جديده كليا ف ادينا كده اسم كده يعني خبر عنها كده للاسف يعني الملحن مؤلف ما مش هينفع لانه هي مفاجاه متكتم انت يا زياد خليها مفاجاه بقى طيب بص بقى بصراحه يعني انت طبعا الغنوه دي طبعا يعني قريبه من قلب يعني سياده الرئيس وقلب ناس كتير جدا ولسه انا وانا كنا بنتكلم على جمالها العشق الالهي يعني طبعا يعني مفيش اجمل من كده وده بقى يعني شجعني اني استاذنك لانك فتحت نفسنا قوي وانا عارفه ان بدايتك اصلا كانت في الانشاد الديني والابتهال نسمع حاجه بقى صغيره كده ونسمع صوتك ايه يعني عقدنا ان شاء الله اكتر من كده الله اكتر يعني زيد في عقدنا صوت يا جماعه فكم لله من لطف خفي فكم لله من لطف خفي فكم لله يدق خفاه عن فمي
فكم يسر أتى من بعد عسر فكم يسر أتى من بعد عسر ففرج مدة قلبي الشجي اللهم صل وسلم وبارك علي. الصلاة والسلام. واحنا ينفع نكمل الحلقة كده ونخش المطبخ بقى يعني نكمل كده حبة حلوين بقى؟ مش عايزين نتكلم بس أنا عايزة أقول لكم حاجة بقى. وأنا مع زياد في الأكاديمية لقيت تليفون جميل قوي من ست والدته اللي بنحييها النهاردة. فرحانة جدا إن زياد طالع معانا وكانت مبسوطة إن هو بيدرس في الأكاديمية. مين بيتفرج عليك تاني غير الوالده؟ وحييهم بقى يا زياد، تقول لهم ايه؟ اللي بيتفرج عليا الوالده، في حد اتمنى ان هو بيكون بيتفرج عليا، هي ليها فيا زي ما ماما ليها فيا، دكتوره ايمان حسني. الله. طبعا ما احنا طب نحييها طول الوقت بجد على اكتشافها ليك. ومصر كلها بتتفرج عليك بقى. هي الداعم القوي ليا، هي والمنشد علي الهلباوي، هما الاثنين بحييهم جدا جدا فعلا. بنحييه علي الهلباوي. كنت فعلا سؤال على طرف لساني، مين مدرستك؟ يعني انت محيرني، انت طالع بشخصيه خاصه جدا، يعني سمعت ناس كتير. أنا مين اللي تلمست على ايديهم في الانشاد الديني بجد؟ انا بحاول القط، يعني مثلا لو بابا مشغل فيلم هندي بحاول اشوف العرب اللي بيقولوها الفنانين الهنود. يا نهار ابيض والله ما شاء الله عليك. مثلا عم علي الهلباوي مره قعد معايا 5 ساعات نسمع بس كمانجات بتقول في اغاني، يعني هو بيقول لي ما تاخدش بالك من المطربين، خد بالك من المزيكا. الله. طب زيادة انت حافظ حاجه ممكن تكون حفظتها من الهندي وانت بتعمل العرب بتاعتهم؟ لا، هو انا ممكن اطبق ده في العربي بس. بالعربي بس، يعني اكيد لما تقعد تقلدها ازاي طيب تحفظها ازاي؟ العرب يعني مثلا دي بالهندي ليهم طريقه. مثلا ايوه يعني كده كده بس. لا وفي جمل بقى بس يعني لما باجي ارتجل فبقولها يعني. ما ترتجل عليك. ايوه ما انت عملت فرصة. كم ارتجاله كده دلوقتي لقيت الفرقه بصيت لك، يعني في بينكم تفاهم جميل. طيب مش عايزين نتكلم كتير، عايزين نسمع. طيب مضناك ان شاء الله. يلا يلا بينا. انت اصلا بتسمع غير طبعا شيخنا علي الهلباوي حد تاني من الجيل الحالي، ولا انت متربي على القديم بقى كله وعلى الغالي؟ القدام وفي ناس جديده بسمعها. يعني مثلا بسمع تامر عاشور قوي، يعني دماغه جميله. جميل تامر عاشور. حلو. وبسمع وفي ناس ومغني رائع وبهاء سلطان، يعني انا اتمنى ان انا اعمل ديو معاه طبعا. اكيد حافظ له حاجه بقى، اصل انا عايز استغله. مش اصل انا مش محضر حاجه للاسف. هو عايز الحاجه بيرفكت. انا كان نفسي اقول زي ما هي احبها، بس هو عشان المايسترو بنحييه طبعا الموسيقار الكبير عمر خيرت عامل اوركستريشن جامد، فهو كان عايز الفرقه تبقى كده، يعني زياد عايز الحاجه زي ما بيعملها الكومبوزر بتاعها يعني. فلكن انا هطمع برضو في حته صغيره. بشكركم وبحييكم واحنا سايبينك كده بالمايك من غير الفرقه. بسيبك تفكر اهو. بنلغي انا ومنى. طيب قبل مضناك. قبل مضناك عايز تختم بايه؟ يا دي يا اما نقول معاك زي ما هي حبها يعني. مضناك ان شاء الله، بس عشان مضناك هنختم بيها في الاخر. هنختم بيها. تمام. هقول كوبليه صغير من اللي هتاخد ايه. يلا. والفرقه طبعا يعني هنخفف عليهم. ف وطبعا انا مش هغلط الغلطه واقول في طبقه رجالي زي ما عملت مع الشيخ ضيعتوني. هو هيتفتون دلوقتي وحقه، نسيبه يتفتون. لا تاخدي ولا كملي ده العشق لو من القلب طالع العمر حتى نضحي بيه ونغني للفجر اللي راجع افتح خزاين ذكرياتك شوف الصور والمصدفاير ب
انت حلوه زي القمر. تلاقي قلبك ارتعش حب وسجن. ويشوف ضفاير بنت حلوه زي القمر. لا تاخدي ولا كملي ده العشق لو من القلب طالع العمر حتى نضحي بيه ونغني للفجر اللي راجع. بصي بقى وانا طبعا انت عشان دكتوره واستاذه كبيره في الفن وفي الغنى وكل الحاجات الحلوه جبر بخاطرك وغني لك حاجه من انت طلبتيها. انت اختاري حاجه بقى. انا بقى مش انا العدل يا زياد هنا العدل. نعملك مفاجآت بنطلب على الهوا بقى من غير بروفا ولا حاجه. فكر لي كده في حاجه اللي انت بتحبه قديم جديد مع بعض برده وانت قديم جبتها تاني رومانسي اي حاجه كله منك حلو. يا جماعه حافظين قمر طيب؟ الله يا سلام قمر سيدنا النبي. صوت 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 احنا بقى بنقول وراك انا وهبه يلا. وأجمل منك لن ترى قط عيني وأحسن منك لن تلد النساء. خلقت مبرأ كأنك قد خلقت كما تشاء. شكرا. غير بقى ماما وغير الدكتوره ايمان اللي لازم نستضيفها طبعا عشان نعرف موضوع قسم ذوي القدرات الخاصه والمواهب الخاصه في اكاديميه الفنون. الوالد هو اللي وداك تتعلم القران من صغرك ولا الوالده ولا اخواتك؟ اخواتك مين يا زياد الاول؟ انا عندي يعني اخ واخت صغيرين. انت كبير يعني؟ انا الكبير. الكبير انت جميل. انا بابا طبعا يعني الله يكون في عونه طبعا هو من يعني من يوم ما اتولدت لحد مثلا سنه ونص فاتوا كان هو ولسه طبعا لازال هو ظهري في الدنيا. الله. وهو عمل اللي يقدر عليه يعني. هو بابا من الارياف من البحيره تمام احسن ناس واطيب ناس. فسبحان الله انا عايز اقول لك ان هو اليوم الاجازه في الاسبوع ما كانش بيقعده عشان يصرف عليا.
فطبعا هو بس كان جات له اصابه من سنه، ف يعني يا دوب بقى بيقدر يعني مع اخواتي كده اللي هو ربنا يعينه بقى. هو كان بيصرف عليا وكان وداني كل حته يعني، بقيت انت ظهره برضو ما انت هترد له ده يعني انت تبقى بار بيه. هو وداني الاوبرا وطبعا هو دخلني الاول مدرسه المكفوفين في المنوفيه تمام، وبعديها نقلني الازهر، قال لي يا ابني عشان يعني يبقى عندك البرايل وفي نفس الوقت تكمل اعدادي وثانوي ازهري عشان ضميرك في الدنيا، وبعدين تخش بقى اللي انت عاوزه. طب الله يعني والله يعني بنمسي عليه وبنشكره اللي رعاك واهتم بيك، وان شاء الله تكون ابن بار بيه يا زياد وربنا يفتح عليك. لا هو حبيبي ده بالصحاب. اسمح لي يا زياد وانا يعني النيه كلها خير. طب دلوقتي بعد الاصابه اللي حصلت للوالد معلش مين اللي بيصرف في البيت والدنيا ماشيه ازاي؟ يعني هو يعني شاف شغلانه بسيطه كده بيامن بيها مصاريف اخواتي. انا طبعا انا بقى اللي يعني بالنسبه لي انا اللي شايل نفسي الحمد لله الايام دي. في شغل تصرف ازاي؟ يعني مثلا حفله هنا حفله هنا بيجي لك حفلات وشغل وانت ما شاء الله. بس الايام دي يعني فربنا يكرم بقى بوظيفه في الاوبرا او ان شاء الله وشنا يبقى حلو عليك. الحاجه بقى يعني عجبتني يعني مين عارف يبقى في حاجه حلوه كده تشيل من على كتاف الوالد ان شاء الله. انا امنيت حياتي كمان فرصه تركز في الدراسه. انا بناشد وزاره الاسكان كمان انه يكون ليا شقه في القاهره بحيث انه يبقى ليا مكان اعرف ادرس واشتغل طبعا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انت ليك بقى يا سيدي كارت بقى سمارت كارت بقى وتعمل كل حاجه بقى وعربيات وحاجات الخدمات المتكامله. عايز اسالك عن الشياكه، مين اللي شيكك كده قوي النهارده؟ انا اتفاجئت وانا داخله لا انا ضعت كده خلاص بقى. انا اللي بنقي اللبس لنفسي بحسس على القماشه كده وعندي برنامج على التليفون بيقول لي اللون. الله لا مش اللون بس والكات بتاعتها وبتاع لا حاجه شياكه قوي يعني. انا بمسك القماشه بايدي اللي هو احساسك بالالوان جميل على فكره يعني. انت طب انت لونك المفضل في احساسك ايه؟ انا يعني انا اصلا يعني بشوف الالوان بس يعني اي حاجه في الدنيا مش بشوفها بس الالوان ممكن الله. طب جميل. بحب الاخضر. اي حبيبي حبيبي انت ولابس زي منى لابسه اخضر النهارده. الله الله. وبحب اللي هو بنفسجي وتركواز اللي هو من قبيله الاخضر كل الالوان الحلوه اللبني. وانت محليها يا زياد والله ربنا يكرمك. طب هم عاملين يقولوا عايزين نسمع مش عايزين نلعب. طيب يلا حاضر ما بس هي نسمع حاجتين كده قبل الاخيره يا مضنقه وحاجه شوف عايز تختم بايه وتبدا لنا بحاجه ثانيه. طب تمام فكر على مهلك احنا معاك يلا مضناك. طيب ونبقى نختم والصورة دي أنك مفرده
الحسن حلفت بيوسفه والسورة أنك أفرده وتمنت كل مقاطعة يدها لو تبعث تشهد. أكذلك خدك يكحد قد عز شهودي إذ رانت فأشرت لخدك أشهد كحدت عيناك زكي دمي أكذلك خدك يكحد قد عز سودي إذ رانت فشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر عاشد يفسدهما بال العادل يفتح لي باب السلوان وأوصله فيقول تكاد تجن بي فأقول وأوشك أعبد مضمأك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده مضمأك ورحم عوده حيران القلب معذب مكروح الجفن مساد. الله 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 دي. طب يعني احنا بنشكركم واحد واحد. شكرا هبه. عايزه انا طبعا لا عايزه احيي طبعا الفرقه نورتونا يعني واسعدتونا وزياد طيرتنا والجمهور عمال يبعت على فكره على الصفحه عندنا صفحه مقلوبه من قبل ما تيجي كمان. سعيد بيك جدا جدا. شكرا. انا اللي كنت سعيد والله ان انا معاكم والسعاده دي هتدوم طول العمر على فكره يعني. الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا بحب الدكتوره منى جدا جدا وهي زي ماما والله كلنا والله. ربنا يكرمك. يقول استاذه هبه طبعا الله يسعدك يعني ربنا يكرمكم وده برنامج جميل قوي انا متابعه على فكره يعني. نشكرك يا زياد بس انت مبدع في يعني القصائد يا زياد. ربنا يكرمك يعني هو مبدع في القصائد. اتفضل. انا يعني هنختار حاجه هنختار حاجه ونطلع بيها بس بنشكرهم اول مبدع في القصائد ليه هو غنى الاول كل المليحه ذات الخمار الاسود دي ليها قصه مش كل الناس عارفاها بتحكيها مره. طبعا هتختار لنا ايه بقى يا زياد؟ اختار ان شاء الله هنقول امتى الزمان معاكم. الله كمان يا سلام. ريه امتى الزمان مين اللي بيغني. نشكركم واحد واحد يا جماعه شرفتونا وتعبناكم شكرا مين جزيلا. مين اللي بيغنيها؟ الوهاب. ايوه ريه كوردي ريه موال كده الاول يا مسافر وحدك يا سلام. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ليلي
تمام مسك بيكم والله مساء الخير زياد جميل صوته جميل ما شاء الله عليه بحييه طبعا صوته ممتاز ومن تقدم لتقدم ان شاء الله بسلم عليكي وبسلم على هبه الجميله وبسلم على كل حبايبنا بيتفرجوا علينا في برنامجنا الستات ما يعرفوش يكذبوا فقره المطبخ فاكرين عرق الفليتو اللي جبناه امبارح خدنا منه حته وعملناها طاجن فريك وفاكرين كمان السؤال اللي جالنا ان احنا نعمل قراقيش بالشمر عاملين النهارده القراقيش بالشمر والسمسم عشان الصبح كوبايه الشاي بلبن تبقى حلوه مع شويه القراقيش في ايام الشتاء الحلوه دي تسلم ايدك وطعمها تحفه كلنا دقناها طبعا هيثمن الاستوديو يلا بينا نقول المقادير عظمه ايوه بصراحه عظمه الله دي طلعتيها منين دي ماشي ماشي ساحره وهنقول مقادير طاجن اللحمه بالفريك وهم عاملينه بطريقه مختلفه شويه النهارده وطعمه هيعجبكم جدا ان شاء الله حته اللحمه مش مهم تبقى فليتو المهم يبقى عندكم اي حته لحمه مع حوالي نص كيلو من الفريك مع بصلتين كبار مبشورين وفصين ثوم ملح وفلفل ورشه كمون شويه بهارات لحمه على جوزة الطيب مع معلقتين سمنه او زبده او زيت خلاص كده تمام وانا بحتاج بس ايه في المقادير دي هزود عليها كوبايه من الشوربه شوربه اللحمه اول حاجه بنعملها بناخد معلقتين الزبده او السمنه او الزيت نحطهم هنا كده وادي انا دقت يعني دوقني انا ماليش في اللحمه الحمراء بس يعني دوقني ترتوفه كده حته اللحمه اهي مش عارفه التوابل بتاعتها عايزه اركز بقى معاها ده انت توابل سهله قوي بصي وادي حته اللحمه الحلوه ممكن تبقى ملبسه وممكن تبقى حمراء وبما ان حته اللحمه دي ناعمه وطريه زي ما انت شايفه مش وقت في السوا خالص ناخدها ونروح بيها على الطاسة معانا البصل بصوا قد ايه البصل كتير ونجيب اقلبها لك انا معلقه هنقلبها دلوقتي بصوا بقى نحط شويه من فلفل اسود و
ملح وشوية كمون وشوية بهارات لحمة. أنا عندي شوية جوز تطيب. لسه هقول لك حبيبتك فين؟ أهي أهي مخليها أهي أهي في قلبي. شوية جوز تطيب وكمان دي حبيبتي أكتر، ده اختياري طبعًا، قرن الشطة الجميل. ده لازم. ماشي؟ ونقلب الخلطة الحلوة بتاعت اللحمة. خدت الصدمة هي هي والبصل. دي بنسيبها بقى على نار هادية تبدأ تنزل المية بتاعتها. وتستوي وتنزل صوص حلو كده خالص. بنسيبها على نار هاديه ونجيب الطاجن بتاعنا. وبصوا كده شويه البصل دول، شويه البصل دول انا كل اللي عملته ان انا قشرت بصلايه وحطيتها على النار مع معلقه صغيره من الزبده او السمنه، ومجرد ان انا دبلتهم شويه بقوا دبلانين. نحطهم في الارضيه بتاعه الطاجن ونرش رشه جوز الطيب على لمسة فلفل اسود صغيرة على رشة ملح ونقلب الخليط الحلو ده نفس التتبيلة ونحطهم في الأرضية. النصيحة اللي عايز انصحها لكل ست بيت لو عايز تعمل طاجن فريك حلو، احنا مش هنسلق الفريك، احنا هننقع الفريك في شوية مية ساعة لمدة ساعة ونصفي عليه كويس جدا فيبقى معانا. كنت هسألك يعني مش مسلوق؟ لا منقوع ساعة. و لان احنا هنسوي الطاجن في الفرن ساعة ومش مية سخنة ولا حاجة، انت بتقول مية فترة عادية جدا. شوية مية عادية جدا نحط على شوية البصل المكرمل دول اللي حطينا عليه ملح وفلفل اسود وجوز الطيب، نحط عليه طبقة فريك بسيطة وناخد حتة اللحمة بعد ما استوت. انا كنت مجهز شوية بميتها بالبصل الحلو بتاعها بخلطة التوابل بريحة الكمون وشوية جوز الطيب واللحمة الجميلة والمزيكا الحلوة اللي بيقطعنا. أيوة أيوة شايفة بقى الحلاوة. وبعدين بعد ما حطينا حتة اللحمة كده نحط بقية الفريك ونخبي كل اللحمة بالفريك المتبقي ونفرد دول كده بالراحة. وبعدين ايه كمية المرقة اللي تتحط عشان نضمن ان الطاجن ده يستوي بنسبة 100% في الفرن؟ ناخد المرقة بتاعتنا مرقة اللحمة ونصب على الطاجن لحد ما توصل معانا لاخر حباية فريك وتظهر المرقة زي ما انت شايفة كده لاخر واحدة فريك فقط لغير. وبعدين لو عندك معلقة زبدة او معلقة سمنة باقية تاخدي حتة زبدة بلدي عشان تعمل حالة من الدفع. خلوا بالكم من حاجة، حتة الزبدة البلدي الفلاحي أو حتة السمنة أو معلقة زيت الزيتون، الجسم فاهم ده إيه فبيعرف يتصرف، بيعرف يتصرف. خلي زيادة الخير خيرين بس عشان خاطر الشتاء الجميل. وناخد الطاجن الحلو بتاعنا بتاع الفريك وندخله الفرن لمدة ساعة كاملة. هندخله هنا؟ آه. خليك انت، انت انا هسيب لك انت البارد تدخليه الفرن واخد انا ده ونروح بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يا باباي باي للمشاهدين على ما عايز اشغلكم يعني. قعد قد ايه بقى في الفرن قلت تاني؟ ساعة. محمود ساعة في الفرن. انا عايزك تدوقي ينفع؟ دوق يا ريت بعد ما شفت السمنة. الطاجن الحلو ده بقى طلعه. الله دي طلعت ريحه كمان عماله تنزل والبصل وطالع البصل والحركات الجميله. وناخد دول هنا كده وشايفين حته اللحمه. شفت بقى الزبده اللي حطيتها؟ حته اللحمه بتطلع بتتفصص ناعمه جدا. الزبده اللي عملت اللون ده او السمنه هي اللي عملت على الوش اللون الحلو القرمشه ده. خلي دي هنا كده ونطلع على وشها حته لحمه. طبعا وجبه جميله طبعا بتقعد وبتشبع قوي. منى ملكة الفريك والعدس يا منى انت. العدس ابو جبه عايش كده حياتي. خليه كده نطفي على دي ونروح ليه. الله على طاجن الفريك ده عايز قرن فلفل مخلل. طب دي الهبه ولا وزيتونتين والتصوير كده ده للتصوير. خدي انت شوفي. انا تمام مش مهم انا صدقوني مش مهم انا تعالي بس. لا مش مهم ازاي يبقى في حاجات مش مهم انا خالص. امين المهم يا هبه.
سمعت زياد يا شيخ محمود؟ ايه اكتر حاجه سمعتها؟ انا حلوة. في حاجات كده فولكلور حلوه قوي بيقولها، حاجات عبد الوهاب وحاجات سيدنا النبي قمر والصفا والسلام صلى الله عليه وسلم. كل المليحه ذات الخمار الاسود دي جميل. قصتها ايه؟ ايه قصتها؟ كان في شاعر مشهور قوي في العصر الاموي كان عايش في المدينه المنوره، كان في تاجر عراقي راح المدينه عشان تجارته ويبيع الخمر اللي هي جمع خمار. فباع كل انواع الخمار اللي معاه، مع كل الالوان قصدي، ما عدا اللون الاسود كله فضل معاه، ما حدش اشتراه. فاشتكى للشاعر كان اسمه مسكين الدرمي. فراح عامل له ايه؟ عامل له القصيده بتاعت كل المليحه ذات الخمار الاسود دي. بعدها ما فيش بنت ولا سيده في المدينه المنوره وقتها غير لما اشترت خمار اسود من الراجل ده، وباع بقى كل بضاعته بصوته بقى، ورجع مبسوط. عمل ايه؟ عمل تسويق جامد. والشاعر حب، ويقال حب بواحده بخمار اسود بعد كده، ويعني موضوع كان جميل. والمليحه زي هبه كده، هبه مليحه بكل الالوان. قصه مليحه الحقيقه. تريق عليا يا شباب؟ لا والله هي جميله فعلا. هي بتقول هبه مليحه وانا بقول قصه مليحه، ما ينفعش. هي مليحه انت. طيب القراقيش الحلوه المليحه الجميله بتاعتنا علشان تظبط مليحه قوي معانا هنا المليحه عماله تستطعم الموضوع. كل اللي احنا بنحتاجه في القراقيش، شايفين شويه السمسم والشمر المتنقيين الحلوين دول، وبنحتاج لهم المقادير كالاتي: لكل كيلو دقيق 200 جرام من السمنه و100 جرام من الزيت، 200 جرام سمنه و100 جرام زيت، و350 ملي من الميه، ومعلقه من ريحه الكحك. وانا بس عايز اكد على حاجه هقولها لكم دلوقتي لكل اللي بتتلخبط في الجرامات: مع معلقتين سمسم ومعلقتين شمر ورشه ملح ومعلقه سكر و10 جرام من الخميره الفوريه. طيب يعني ايه يا شيف محمود؟ اسمح لنا احنا بندوق على فكره. يلا وحش قوي يا شيف محمود. يعني ايه يا شيف محمود؟ 200 جرام من السمنه يعني كوبايه اللي حاجه بسيطه قوي، و100 جرام زيت يعني نص كوبايه اللي حاجه بسيطه قوي. يبقى لكل كيلو دقيق بنحتاج كوبايه سمنه ونص كوبايه زيت. طب يعني ايه 350 مل ميه؟ يعني بالظبط كوبايه ونص من الميه عشان المقادير تتظبط معاكي. طب يعني ايه 10 جرام خميره؟ يعني معلقه اكل كبيره. والباكت بتاع الخميره الفوريه، كل دي معلومات انا بقولها لك عشان تساعدك في نجاح شويه القراقيش الحلوين دول. يبقى بنعمل ايه؟ بناخد، ما عندناش ميزان، ال 10 جرام تبقى معلقه. ما هو باكت بيتباع 10 جرام، باكت خميره فوريه بيتباع 10 جرام، ولو ما عندناش ميزان معلقه اكل فوريه، معلقه اكل كبيره ممسوحه. لان معلقه الاكل الكبيره المليانه بتبقى 12 جرام، لو ممسوحه تبقى 10 جرام. اتفقنا؟ وحشه قوي. بالهنا والشفا. بنحط ريحه الكحك. لا الفريك روعه على فكره. سلامي. ايه الوحشه دي؟ بنحط ريحه الكحك، وبنحط على جنب هنا كده معلقه صغيره من الملح، وادي الخميره الفوريه بتاعتنا، ونحط السكر معلقتين كبار من السكر. كل اللي بيتبقى هنا ادي الشمر، وادي السمسم، وادي المواد السائله بتاعتنا. نحط الشمر والسمسم على بعض، وناخد الخليط بتاع العجينه الدقيق اللي هو كيلو دقيق، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه حوالي 10 جرام، ومعلقتين ريحه كحك، ومعلقه صغيره من السكر، ومعلقتين كبار، معلقه صغيره من الملح، ومعلقتين كبار من السكر. تمام. الخليط بتاع المواد الجافه دي بنحطها في العجانه. ومهم على فكره الشمر والسمسم يا محمود مهمين جدا للعضلات والعظم والاعصاب كل بقى فيهم كل خيرات ربنا. وادي الميه، وادي الزيت. 350 ملي ميه كام؟ قد ايه؟ كوبايات، كوبايه ونص. 200 جرام من الزبده يعني كوبايه الا حاجه بسيطه. خلاص؟ وادي الزبده، السمنه بتاعتنا، مش الزبده. طب في حد ممكن يقول لي بحبها صيامي بالزيت. طيب انت ممكن تعمليها صيامي بالزيت، وفي وممكن تعمليها بالسمنه النباتي. لو حابه. بس يقولوا السمنه النباتي مش حلوه زي السمنه السمنة. انا بالنسبه لي والله يعني في الاخر احنا بندور على ان احنا ناكلها صيامي، ففي بدايل، في زبده نباتي المارجرين، وفي سمنه نباتي يعني طبعاً فنقدر نقدر وممكن نعملها بالزيت الذره او بزيت، بس ما تتعملش بزيت الزيتون عشان تطلع طعمها حلو ومسكر. اول ما العجينه تتقلب شويه، مهم انكم تاخدوا شويه الشمر مع السمسم، تسخنوهم في طاسه صغيره كده، تشموا بس ريحه الطقطقه بتاعه الشمر والسمسم، مش كتير، مجرد ان هم يدفوا، فلما يدفوا
هيطلعوا الرطوبه اللي فيهم وتبدا ريحتهم تعلى بشكل كبير. نحط الشمر والسمسم. مش هسالك اي سؤال، باكل بالهنا بالهنا. منين ده؟ بحب قرقيش. قرقيش وحشه وحشه. نشكر طبعا مشاهدتنا اللي طلبت القرقيش، هي اتعملت النهارده زي ما وعدناكم. شيف محمود ما بينساش اي حاجه تطلبوها خالص على صفحتنا الحقيقه. حبايبي طبعا. وبعدين ادي يا جماعه سرعه الاستجابه ما شاء الله عليك، يعني ما شاء الله عليك. شكل ال شكلنا مش عايزين نتكلم عن مزرعات الكتم. لا شاي بلبن. اتفضل يا محمود. اخبار منين ايه؟ شاي بلبن. شاي بلبن هنطلب حالا. ماشي. بصوا شكل العجينه بعد ما اتعجنت وريحت حوالي من نص ساعه لساعه، احب ان هي تستريح كده تبقى بالشكل الهش ده. تاخدوا حته من العجينه كده وتبرموها زي ما انا ما بعملها كده، بس دي لا هنعجنها كده كويس. شيل ده كده وناخد حته العجينه، ومجرد ان انتوا تبرموا دي كويس بالشكل ده بالكلوه بتاعت الايد كده براحة اليد تبططوها كده، وبعدين بالسكينة تبدأوا تقطعوا الصوابع بتاعت القرايش. خلاص؟ طيب بتقعد تخمر قد إيه في الفرن؟ بره الفرن بتسيبوها مرصوصة في الصينية في مكان دافي لمدة ساعة، من نص ساعة لساعة. المهم إن أنتوا تحسوا إن هي خمرت شوية، مش هيبان عليها ان هي خمرت بشكل كامل. صح؟ بتزيد حاجه بسيطه. بتسيب سبيس صغير قوي. لا مش كتير، هي مش كوكيز، مش هتفرش. وده هي بتعلى لفوق. مجرد ان انتوا تسيبوها من نص ساعه لساعه تتخمر، وبعدين تدخلوها فرن متوسط الحراره لحد ما تاخد لون ذهبي حلو زي الشكل ده بالظبط اللي كان كده واللي كلناه انا وهبه طبعا. ادي شكل العجينه كان. الله. وادي ازاي عليت وازاي بقى شكلها بالشكل اللي انتم شايفينه. ولما تكسروها تلاقوا من جوه القطعه هشه من جوه وفيها فراغات جميله. شاي بلبن عليه، انا بحط عليه بقى قهوه عربي كده سنه تبقى زي الشاي الكرك جبل. الله. ايوه. ايه اخبار الشاي يا هبه معاك؟ شاي بلبن. بصي بحب الشاي بلبن مع المخبوزات لو باكل حاجه كده بالظبط، لكن انا كائن قهوه. انا بحب ده شخص قهوه. اقول لكم بحب ده مع شاي بس، شاي سادة. شاي سادة. شاي سادة مع شوية القرقيش دول بيبقى حلو. ناخد كده القرقيش بإيدينا. حتة جبنة رومي كده. نحطه حتة جبنة رومي. إيه؟ حتة جبنة إيه؟ رومي. ناخد الحاجات الحلوة دي نحطها هنا. فاكر ما دوتش القرقيش على فكرة. وادي الجبل بتاع القرقيش. هنا مين اللي كان الصينية اللي فاتت؟ أسبتي. السهل وفي الدقيقة دي إحنا هنقول كيلو دقيق تاني مع معلقتين سكر. ومعلقة كبيرة خميرة ومعلقة صغيرة ملح. ماشي بالهنا والشفا. ومعلقتين ريحة كحك. انا ونحط على الخليط ده كوبايه اللي حاجه بسيطه سمنه، وكوبايه اللي حاجه نص كوبايه اللي حاجه بسيطه زيت، مع كوبايه ونص من الميه. والعجينه بتتعجن كويس جدا وتتقطع مع الخليط اللي احنا شفناه ده. احنا قلنا معلقه كبيره من الخميره اللي هي الباكت ال10 جرام، وتستريح ساعه، تدخل فرن متوسط لحد ما يبقى اللون الذهبي الحلو ده. وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه الشتاء الصبح بقى شاي بلبن، شاي ساده، حته جبنه رومي. تعالى معانا هنا شيف محمود. الكادر ده هايل. محمود بيتكلم بقى. انا جاي اهو. نختم في الكادر ده. عارفين نقطع عليه. يلا يلا. تسلم ايدك بجد. انا جيت تسلم ايدك يا محمود بجد. واحنا هنا بنلبي رغبات حضرتك، ولو تطلبوا حاجه هنعملها ومحمود يكون مستعد على طلب. شاي بلبن. شوفك على خير. عايزه ايه يا هبه؟ شاي بلبن. يلا واحد شاي بلبن. نشوفك على خير ان شاء الله. شكرا شيف محمود. شكرا لحضراتكم. بكره حلقه جديده واستفتاء.